خطيب واقف الحقيقة على الله يكون في عون الجميع النهاردة. الحقيقة الكل واثق طبعا من كل اللاعبين، ولكن بتبقى في لحظات كده الواحد بيبقى حاسس ان هو يعني لو اقدر العب العب. يعني انا اعتقد الكابتن خطيب بيقول في هذا التوقيت انا لو اقدر العب العب. يعني يا رب كل التوفيق ان شاء الله لكل لاعبي النادي الاهلي ولكل البعثة المتواجدة مع النادي الاهلي. الحقيقة حاجة جميلة جدا وشيء عظيم جدا جدا اللي حضراتكم بتشوفوه من يوم الحد، وهناك تنظيم إداري رائع لكل ما يحدث خلال هذا الأسبوع. برضو في مثل هذا التوقيت، ودي برضو حاجة شخصية، برضو مش شخصية، كل اللاعبين تخيلوا حضراتكم لما تكون متواجد في مباراة مهمة جدا كلاعب، وانت معدي كده بتلاقي رئيس البعثة متواجد، وعندما يكون رئيس البعثة هو كابتن محمود الخطيب، أعتقد أن ده شيء بيدي حافز كبير جدا جدا لكل اللاعبين. والكلام ده أنا مش بقوله عشان الكابتن خطيب رئيس النادي إطلاقا، كابتن خطيب أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، وسيظل كذلك مهما كان، كان رئيس النادي أو ما كانش رئيس النادي، سيظل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيظل دائما في قلوب كل الأهلوية. أنت كلاعب لما تشوف واحد من الأساطير متواجد وواقف ومستنيك وقبل ما تطلع وبيحفزك للمباراة، أعتقد ده شيء جيد جدا جدا جدا. كل التوفيق إن شاء الله وكل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي في هذه المباراة. الحقيقة دايما خلال برضو هذا الأسبوع، لأنه كان له الدور الرئيسي دائما وكان له العامل الأول في فوز النادي الأهلي على سان داونز بهدفين مقابل لا شيء، هو جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي زي ما حضراتكم شفتوا وزي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلنا لحضراتكم من خلال ملعب الأهلي خلال هذا الأسبوع، إن شاء الله سيكون متواجد 300 400 500 مشاهد أو مشجع للنادي الأهلي في هذه المباراة. زي ما حضراتكم شايفين، أنا بالنسبة لي ال 500 دول هيكسروا الملعب كله، هيكسروا الملعب كله. وانا حكيت لحضراتكم موقف حصل معانا في مباراه الصفاقسي، كانوا كل اللي متواجدين حوالي برضو 400 500 واحد او مشجع للنادي الاهلي، واستاد رادس كان كامل حوالي 60,000 مشجع للصفاقسي، ولكن ال 500 كسروا ال 60,000. ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين من بريتوريا بعض من جمهور النادي الاهلي متواجد امام فندق الاقامه. خلينا نسمع يا سمير، خلينا نسمع جمهور النادي الاهلي ماذا يقول. جماهير النادي الاهلي متواجده في كل مكان زي ما حضراتكم شايفين، الواحد جسمه اشعر. خمس ست افراد او خمس ست مشجعين، لا خمسه ايه، 10 15 مشجع، ولكنهم الحقيقه انا متخيل هم دول اللي باينين قدامنا دلوقتي، ولكن انا اعتقد هيكون في من 100 ل 200 مشجع اهلاوي ان شاء الله في استاد لوكاس مريبي او مريبي، الاستاد التي ستقام عليه هذه المباراه الهامه جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم هيكون تركيزنا فقط خلال الفتره القادمه على او الساعه ونص اللي جايه ان شاء الله، هنركز اكتر بقى على الفنيات، وهنشرح لحضراتكم من خلال الشاشه بتاعتنا اللي متواجده طريقه اللعب، وليه غير ريني فايلر طريقه لعبه، او ليه حط لعيب مدافع اكتر منه مهاجم. ده اللي هنتكلم فيه النهارده خلال الفتره القادمه، ولكن خلينا نبدا كعاده ملعب الاهلي بجرافيك هذه المباراه. دوري ابطال افريقيا موسم 2019 2020 مباريات اليوم دور ربع النهائي سبت 7 مارس 2020. سان داونز جنوب افريقيا سيلاقي النادي الاهلي في بريتوريا في استاد لوكاس مريبي.
أما المباراة الثانية مازيمبي من جمهورية الكونغو والرجاء الرياضي المغربي. بالمناسبة المباراة ستقام أيضا في تمام الساعة 3. الفائز من مازيمبي والرجاء الرياضي المغربي. الرجاء بالمناسبة كان فاز على مازيمبي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب في المغرب. لو مازيمبي كسب 2-0 أو أكتر من 2-0 سيصعد لملاقاة نادي الزمالك. لو الرجاء اتغلب 1-0 أو بقية النتائج ستؤهل نادي الرجاء الرياضي المغربي لملاقاة نادي الزمالك. أما المباراة الثالثة اليوم وستقام في تمام الساعة 9 ليلا، النجم الساحلي سيلاقي الوداد الرياضي المغربي. في المباراة الأولى الوداد الرياضي المغربي فاز على النجم الساحلي بهدفين مقابل لا شيء. المباراة الثانية إن شاء الله النهاردة في تمام الساعة 9 الفائز من هذه المباراة سيلاقي الفائز من مباراة سان داونز والنادي الأهلي. طبعا كان النادي الأهلي فاز على سان داونز بهدفين مقابل لا شيء في القاهرة. طبعا مباراة أمس 6 مارس مباراة العودة في الدور ربع النهائي، الترجي التونسي بيفوز على نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك يصعد إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا بمجموع المباراتين بعد فوزه في المباراة الأولى على الترجي بثلاثية مقابل هدف وحيد. مباراة اليوم سان داونز والنادي الأهلي إياب دور الربع النهائي تقام في تمام الساعة 3 في استاد لوكاس موريبي في بريتوريا في العاصمة الاقتصادية أو السياسية. دوري أبطال إفريقيا موسم 19-20 النادي الأهلي في مباراة الذهاب في الدور الربع النهائي بيفوز على سان داونز بهدفين مقابل لا شيء. علي معلول نجم النادي الأهلي أحرز هدفي اللقاء. بعض من إحصائيات مباراة الذهاب 63% كالعادة نسبة الاستحواذ الأكبر للنادي الأهلي، 24 تسديدة للنادي الأهلي وأربع تسديدات فقط لنادي سان داونز، خمس تسديدات على المرمى للنادي الأهلي وتسديدة وحيدة فقط على المرمى بالنسبة لنادي سان داونز، 22 خطأ على النادي الأهلي 9 على سان داونز، 6 ركنيات للنادي الأهلي ركنية وحيدة لسان داونز، الكروت الصفراء كارت وحيد للنادي الأهلي ولا كروت لنادي سان داونز. استحواذ نادي سان داونز في المباراة الأولى كان 37%. تاريخ مواجهات الأهلي وأندية جنوب أفريقيا، أندية جنوب أفريقيا بالكامل يعني 22 مباراة الأهلي بيفوز في 10 بيتعادل في 6 بيخسر في 6، له 30 هدف عليه 22 هدف. أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب أفريقيا، الأهلي بيفوز على كايزر تشيفز برباعية مقابل هدف وحيد. الهداف التاريخي للنادي الأهلي في مواجهات فرق جنوب أفريقيا النجم الكبير كابتن خالد بيبو 4 أهداف. تاريخ مواجهات النادي الأهلي وسان داونز، لعبوا 7 مباريات، النادي الأهلي فاز في 4 وتعادل في مباراتين وهزم في مباراة وحيدة، 11 هدف للنادي الأهلي و8 أهداف استقبلتهم شباك النادي الأهلي. مشوار النادي الأهلي في البطولة الإفريقية في مباراة الذهاب في دور ال 64 بيفوز على نادي اطلع برا من جنوب السودان برباعية مقابل لا شيء، ثم يعود ويفوز عليه مرة أخرى في مباراة العودة 9 أهداف مقابل لا شيء. في دور ال 32 كانوا سبورت بيخسر من النادي الأهلي في غينيا الاستوائية بهدفين مقابل لا شيء، وبيفوز عليه أيضا في القاهرة بهدف بأربعة أهداف مقابل لا شيء ليصعد إلى دوري المجموعات في مجموعة تضم النجم الساحلي وبلاتينيوم والهلال السوداني. في أولى المباريات بيفوز على أو النجم الساحلي بيفوز بفعل فاعل على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، ثم في المباراة الثانية النادي الأهلي بيفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، ثم بيفوز على بلاتينيوم بهدفين مقابل لا شيء، ثم يتعادل النادي الأهلي مع بلاتينيوم في زيمبابوي بهدف لكل فريق، ويعود مرة أخرى ليفوز النادي الأهلي على النجم الساحلي في القاهرة بهدف مقابل لا شيء، والمباراة الأخيرة الهلال السوداني بيتعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق،
وبالتالي يصعد النادي الأهلي لدور الثمانية ليلاقي فريق سان داونز ليفوز عليه في الدور الربع النهائي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء. أما مشوار نادي سان داونز في هذه البطولة في مباراة الذهاب في دور ال 64 بيفوز على ديو من الكونغو، ديو الكونغولي بيفوز على سان داونز بهدفين مقابل لا شيء، ثم بيعود نادي سان داونز في مباراة العودة ليفوز عليه بأربعة أهداف مقابل لا شيء ليصعد إلى دور ال 32. في دور ال 32 بيفوز سان داونز على كودور من سيشل بخماسية مقابل لا شيء، ويعود ويفوز عليه في المباراة الثانية 11-1. ليصعد نادي سان داونز إلى دوري المجموعات في مجموعة تضم الوداد الرياضي المغربي واتحاد الجزائر وبترو أتلتيكو. سان داونز في أولى المباريات بيفوز على بترو أتلتيكو بثلاثية مقابل لا شيء، ثم بيتعادل سلبيا مع الوداد الرياضي المغربي في المغرب، ثم بيعود ويفوز على اتحاد الجزائر في الجزائر بهدف مقابل لا شيء، ويفوز أيضا على اتحاد الجزائر في جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف، ويتعادل إيجابيا بهدفين لكل فريق مع بترو أتلتيكو، وبيفوز على الوداد الرياضي المغربي في جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء، ليصعد سان داونز كأول عن هذه المجموعة ليلاقي النادي الأهلي تاني المجموعة الثانية ويهزم في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء. هداف الفريقين في هذه البطولة حسين الشحات 5 أهداف، صلاح محسن اللي انتقل على سبيل الإعارة لنادي سموحة ب4 أهدااف أيضا، وإسبرينو 4 أهداف، وليد سليمان 3 أهداف، علي معلول 3 أهداف، ماديشا 3 أهداف. الأهلي 28 هدف أحرزهم النادي الأهلي منذ بدء هذه البطولة وحتى الآن، من الدقيقة موزعة على 90 دقيقة كالتالي: من الدقيقة 1 للدقيقة 15 4 أهداف، ثم من الدقيقة 16 للدقيقة 30 هدفين، ثم من الدقيقة 31 للدقيقة 45 5 أهداف، 11 هدف يحرزهم النادي الأهلي في الشوط الأول. أما مع بداية الشوط الثاني 8 أهداف بيحرزها النادي الأهلي، و5 أهداف من الدقيقة 61 للدقيقة 75، ومن الدقيقة 76 للدقيقة 90 4 أهداف، إذن 17 هدف بيحرزهم النادي الأهلي في شوط المباراة الثاني بنسبة أكبر من شوط المباراة الأول. النادي الأهلي استقبلت شباكه 4 أهداف موزعة على 90 دقيقة كالتالي: الشوط الأول هدف وحيد فقط دخل شباك النادي الأهلي في من الدقيقة 16 للدقيقة 30، ثم مع بداية الشوط الثاني هدف وحيد أيضا من الدقيقة 46 للدقيقة 60، ومن الدقيقة 76 للدقيقة 90 هدفين فقط. طيب، أما نادي سان داونز أحرز 30 هدف موزعة على 90 دقيقة كالتالي: من الدقيقة 1 للدقيقة 15 4 أهداف، من الدقيقة 16 للدقيقة 30 6 أهداف، ومن الدقيقة 31 للدقيقة 45 7 أهداف، 17 هدف أحرزهم سان داونز في الشوط الأول. أما مع بداية الشوط الثاني 46 للدقيقة 60 3 أهداف، ومن الدقيقة 61 للدقيقة 75 4 أهداف، ومن الدقيقة 76 للدقيقة 90 6 أهداف، 13 هدف معدل إحراز سان داونز للأهداف في الشوط الأول، أعلى ب4 أو ب5 أهداف من الشوط الثاني. استقبلت شباك سان داونز 8 أهداف خلال 90 دقيقة. في الشوط الأول استقبلت شباك سان داونز 4 أهداف، هدف في من الدقيقة 1 للدقيقة 15، وهدف و3 أهداف من الدقيقة 31 للدقيقة 45، أيضا 4 أهداف استقبلتهم شباك سان داونز في الشوط الثاني، هدف من الدقيقة 46 للدقيقة 60، وهدفين من الدقيقة 61 للدقيقة 75، وهدف من الدقيقة 76 للدقيقة 90. طيب، خلينا نروح نشوف أتوبيس النادي الأهلي وهو ينتقل إلى ملعب المباراة من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة. زي ما حضراتكم شايفين كل الأجواء مهيئة لبدء هذه المباراة، وكالعادة العلم المصري متواجد ويمثل مصر اليوم هو النادي الأهلي في هذه المواجهة الصعبة جدا، ولكن بالفعل يتحرك
تتحرك حافلة النادي الأهلي إلى من فندق الإقامة إلى استاد لوكاس موريبي، هذا الاستاد الذي ستقام عليه هذه المباراة. وزي ما حضراتكم شايفين الأعلام الصفراء أعلام فريق سان داونز متواجدة، ولكن دائما ما توجد أعلام النادي الأهلي ومن قبلها أعلام بلدنا العظيمة مصر. 10 دقائق أو ربع ساعة تفصل ما بين فندق الإقامة وما بين الاستاد، حاجة جميلة جدا الحقيقة وحاجة رائعة. خلاص ده الاستاد اللي الأتوبيس أو حافلة النادي الأهلي بتدخل إلى استاد لوكاس موريبي، الاستاد الذي ستقام عليه هذه المباراة. وكالعادة زي ما حضراتكم شايفين الرقصات الإفريقية الجميلة، ولكن جنوب أفريقيا الحقيقة من الجماهير الرائعة والمحترمة، هم ممكن يكونوا بيعملوا زي ما حضراتكم شايفين بعض الرقصات الإفريقية المتواجدة والدائمة، والكل بيلبس اللون الأصفر وهو اللون الذي سيلعب به اليوم نادي سان داونز. حالا زي ما حضراتكم شايفين وعلى الهواء مباشرة ومن خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال ملعب الأهلي، دائما بنكون مع حضراتكم في كل الأحداث ونقل كل الكواليس وكل ما يحدث قبل بداية هذه المباراة، وصول حافلة النادي الأهلي إلى استاد لوكاس موريبي، هذا الاستاد الذي ستقام عليه هذه المباراة. زي ما حضراتكم شايفين وصول الأتوبيس الخاص للنادي الأهلي إلى ملعب المباراة. خلينا نطلع نشوف تقرير عن حكم هذه المباراة الجنبي بكاري جسامة، الذي نتمنى له كل التوفيق ولا نريد إلا العدالة التحكيمية في هذه المباراة. نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم وبعد كده نرجع بقى نشوف ماذا قالت الصحف المصرية عن هذه المواجهة الصعبة ما بين النادي الأهلي وصن داونز. قمة جديدة وموعد مع المتعة والإثارة الشديدة التي تجمع بين الأهلي ومضيفه سان داونز بالربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ليست مباراة في كرة القدم، لكنها فصل جديد في مشوار الأهلي نحو التأهل للنصف النهائي للبطولة، ومن ثم الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب القاري. الاتحاد الإفريقي استعان بالحكم الجامبي بكاري جسامة المثير للجدل في مباريات النادي الأهلي قارياً، الذي يمتلك سوابق تحكيمية حملت ظلما واضحا للمارد الأحمر، والتي أثرت على نتائج بعض المباريات للفريق، بل وخسارة اللقب الإفريقي ووداع دوري الأبطال في أكثر من مناسبة. يميل بكاري جسامة في العديد من المباريات إلى تحجيم لاعب الأهلي داخل الملعب بجانب كثرة إنذاراته التي توتر المباريات، فضلا عن صافرته التي لا تتوقف دائما في مواجهات الأهلي التي معها يتسبب في إبطال فاعلية وخطورة الأهلي بالبطء. بكاري جسامة يمتلك تاريخا حافلا بالأزمات في مباريات النادي الأهلي، رغم تتويج المارد الأحمر بلقبين قاريين تحت صافرة الحكم الجنبي، الأولى كانت في كأس السوبر الإفريقي على حساب ليوبارد الكونغولي، والثانية بطولة دوري أبطال إفريقي على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في موسم 2013. شهدت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013 أمام أورلاندو الجنوب إفريقي طرد شريف عبد الفضيل. لم تنسى جماهير النادي الأهلي ما حدث من الحكم الجنبي في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال 2017 التي كانت أمام الوداد البيضاوي المغربي بالدار البيضاء، حيث تحامل الحكم على الأهلي في كثير من القرارات، ظهر ذلك في احتسابه للعديد من المخالفات الوهمية لصالح الوداد. كانت أهم الأخطاء التي تغاضى عنها الحكم عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلي، عندما قام مدافع الوداد بدفع وليد أزاروف في صدره بإهمال ليشير الحكم باستمرار اللعب في قرار خاطئ منه، واحتساب تسللين وهميين على أزارو بجانب عدم احتساب الوقت بدلا من الضائع بدقة، وذلك نتيجة لتوقف اللعب كثيرا، خاصة عندما أشعلت جماهير الوداد الألعاب النارية فامتلأ الملعب بالدخان.
في ربع نهائي دوري الأبطال 2019 أمام صن داونز الجنوب أفريقي بالأسكندرية، ظهر بكاري جاسامة بمستوى سيء، تغاضى عن احتساب هدف صحيح للنادي الأهلي سجله أجاي، ترك لاعبي صن داونز يقومون بإضاعة الوقت بجانب توتره الزائد، فتأثرت قراراته التحكيمية سلبا. طيب نتمنى ان شاء الله تحكيم عادل في هذه المباراة، زي ما شفنا تحكيم رائع من الجزائري مصطفى غربال في مباراة امس نادي الترجي ونادي الزمالك. الحقيقة كان تحكيم رائع جدا جدا جدا، قدم مستوى رائع للتحكيم الافريقي في مباراة دور الثمانية امبارح امام نادي الزمالك ونادي الترجي. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مثل هذا التحكيم في مباراة اليوم. خلينا نروح لصحافة اليوم وماذا قالت الصحافة المصرية عن مباراة النادي الأهلي ونادي صن داونز وهذه المواجهة. من الأهرام، شمس الأهلي تتحدى قوة صن داونز في مواجهة منتصف النهار. الأحمر تعلم درس الماضي وبطل جنوب أفريقيا تراوده أحلام اليقظة. أما من جريدة أخبار اليوم، الكوماندوز الأحمر جاهز لموقعة بريتوريا، الأهلي في مواجهة مرتقبة اليوم مع صن داونز والحر والتحكيم الإفريقي. من يتأهل اليوم إلى نصف نهائي دوري الأبطال؟ كوكب الأهلي يصطدم بصن داونز من الجمهورية. أما من الشروق، في إياب دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يخشى مفاجآت صن داونز في بريتوريا، فايلر يعتمد على خبرة لاعبيه لتأكيد تفوقه وحسم التأهل. أما من الدستور، الخطيب يعد اللاعبين بمكافأة كبيرة ويطالبهم بنسيان الخماسية. الأهلي يخطط لخطف تذكرة الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال أمام صن داونز اليوم. أما من اليوم السابع، الأهلي يتحدى برازيل أفريقيا في مهمة رد الاعتبار والعبور الإفريقي اليوم. من يلا كورة، المارد الأحمر يتحدى بريتوريا، الأهلي يستهدف كسر شوكة معقل صن داونز. أما من بوابة أخبار اليوم، اليوم الأهلي يسعى لخطف تذكرة التأهل من صن داونز. من جريدة الكابتن، الأهلي في مهمة العبور لنصف نهائي دوري الأبطال أمام صن داونز. آخر حاجة معانا النهاردة من البوابة، الأهلي يتحدى الحرارة وجنون موسيماني في مباراة التاريخ أمام صن داونز. زي ما حضراتكم شايفين دي كانت كل الصحف المصرية وماذا قالت عن هذه المواجهة الصعبة جدا جدا جدا. عموما خلينا أيضا نشوف بعض لقاءات الجمهور الأهلاوي المتواجد، الجمهور الأهلاوي المصري المتواجد في جنوب إفريقيا مع زميلنا فاروق صلاح. وبعد هذا التقرير مع زميلنا فاروق صلاح، خلينا بقى بعد كده نستقبل أولى فقرات هذا اليوم، دكتور أحمد ثابت وأهم نقاط الضعف والقوة المتواجدة في فريق صن داونز بعد هذا التقرير. كل التحية ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا، جمهور النادي الاهلي دايما في الوقت وفي الميعاد بيلبي النداء كله جميعا في ظهر النادي الاهلي. النهارده قبل لحظات من التوجه لاستاد لوكاس موريبي، مجموعه من افراد جماهير النادي الاهلي اللي اصرت على الحضور لمقر اقامه فريق النادي الاهلي لمؤازره ومسانده النادي الاهلي ومطالبه النادي الاهلي افريقيا يا اهلي. خلينا ارحب بحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي. توقعاتك للقاء باذن الله، ويقول لي استعدادك ايه النهارده للقاء. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اصلا جايين من القاهره مخصوص عشان خاطر الماتش دوت، لان احنا واثقين في فريقنا ان شاء الله، وان شاء الله هنقدم ماتش مباراه كويسه وهنكسب ان شاء الله وهنصعد لنهائي افريقيا ان شاء الله، تكون بطوله افريقيه اهلاويه ان شاء الله. خليني اسال حضرتك، الجروب الجميل جمعتوا بعض واصريتوا ان انتوا تساندوا النادي الاهلي، وهو ده دايما اللي متعودين عليه من جماهير النادي الاهلي في كل مكان.
هو طبعا احنا جمعنا كلنا اصدقاء وجايين هنا عشان نشجع النادي الاهلي، كلنا فعلا بنحب النادي الاهلي، حتى في ماتشات في مصر برضه بنتجمع وبنروح كلنا مع بعض، وان شاء الله باذن الله نصعد باذن الله ان شاء الله. يعني توقعاتك نتيجه اللقاء باذن الله؟ هو توقعاتي ان احنا نصعد بقى، كان النتيجه المهم ان احنا نوصل للدور اللي بعد كده ان شاء الله باذن الله يعني. لكن النتيجه صعب ان احنا نتوقع منها، لان طبعا الفريق اللي احنا بنلعبه ده فريق كبير برضه، واحنا اقوى ان شاء الله باذن الله ونصعد ايا كان النتيجه. خليني ارحب بحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي، منورين بريتوريا، توقعكم لنتيجه اللقاء؟ ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده ونصعد للدور اللي قبل النهائي ان شاء الله. توقعات حضرتك لنتيجه اللقاء بمشيئه الله؟ نكسب وان شاء الله تبقى مباراه كويسه جدا، وان شاء الله الاهلي يصعد ان شاء الله. يعني رساله لعيبه النادي الاهلي دلوقتي من خلال قناه النادي الاهلي، توجهوا رساله لعيبه النادي الاهلي وتقولوا لهم ايه؟ احنا كلنا وراكم وبنشجعكم، وان شاء الله تصعدوا ونكسب، وان شاء الله تبقى ماتش كويس. خلينا نروح لحضرتك، النادي الاهلي استاهل منا كتير النهارده، الرساله بنقولها وبنوصلها لعيبه النادي الاهلي، تحبي تقولي ايه لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه؟ احب اقول جود لك، وباسم مصر كلها يعني بنشجع لها. لا مش هتوقع، ان شاء الله خير ويكسب. نروح للجانب الاخر، ويعني زي ما قلنا افراد وجماهير النادي الاهلي في كل مكان، مستعد للقاء؟ تمام يا فندم. ان شاء الله الاهلي معودنا ان هو عند حسن ظننا دايما، والاهلي فرقه كبيره وبتاعه الماتشات الكبيره، وافريقيا مش غريبه علينا يعني، احنا لعبنا هنا كتير، وان شاء الله نرجع من هنا متاهلين والبطوله ان شاء الله. يعني عايز اسال حضرتك، يعني وجود جمهور النادي الاهلي ولو عدد قليل في استاد لوكاس موريبي، اعتقد بيوصل رسائل وبيدي تحفيز كبير جدا للعيبه النادي الاهلي. احنا عايزين نقول للعيبه احنا معاكم زي ما انتم متعودين، وزي ما انتم عودتونا لازم تبقوا عند حسن ظننا ان شاء الله. جود لك للاهلي. خلينا بسال حضرتك، من مصر ولا مقيم هنا في جنوب افريقيا؟ هنا في جنوب افريقيا. بقالك كام سنه؟ 12 سنه. اي منطقه جاي فيها من جنوب افريقيا؟ من جوهانسبرج. يعني 45 دقيقه من بريتوريا. ساعتين عشان احنا كلنا بنحب الاهلي ونتمنى ان الاهلي ياخدوا البطوله ديت ان شاء الله باذن الله. توقعات حضرتك لنتيجه اللقاء؟ باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنموت في الاهلي ونحب النادي الاهلي. استاذ يسري قائد الرابطه. دايما بنقول ان جماهير النادي الاهلي في الشده، انا برضو ظهره انا ليه درع الامان، وجماهير النادي الاهلي دايما هي بترسم العنوان للنادي الاهلي، اعتقد دي مش مجرد كلمه، لا دي حقيقه. جمهوره ده حمايه الحلوه والمره معاه، وان شاء الله النهارده هتكون حلوه، وان شاء الله النهارده الماتش هيكون حلو، وبالصحبه الجميله دي بوجود وتواجد قناه النادي الاهلي في قلب الحدث، ودي حاجه جميله جدا بيكو. الماتش النهارده صعب، خلينا احنا لينا خبراتنا في الكوره وبنفهم كوره كجمهور كره، جماهير النادي الاهلي ان شاء الله النهارده نعمل ماتش كويس جدا، ان شاء الله النتيجه 1-1، وباذن الله هنطلع للدور الجاي، وباذن الله انا النهارده حاطط الماتش ان شاء الله، وهيبقى الوش الحلو على الراجل الجميل ده، واستاذنك تجيب وشه بس ان شاء الله، ماشي ان شاء الله بعد الماتش ان شاء الله، مش هقول اسمه دلوقتي بخليه مفاجاه ان شاء الله، بس النهارده باذن الله انا متوقع ان شاء الله النهارده، يعني رساله مني لحضراتكم اللي متفائل ان اللي هيجيب الجون النهارده الراجل ده. انا عايز اروح لحضرتك، خاتم سليمان في كل وقت وفي كل مكان، عايز اروح لحضرتك، الروح وحاله الحب اللي شايفها موجوده ما بين افرادكم كجاليه او كمجموعه مصريين جايين، او يعني مع افراد الجاليه المصريه الموجوده هنا، اعتقد هي ان شاء الله هي الدليل النهارده اللي بيدينا التفاؤل ان شاء الله في هذا اللقاء. اكيد طبعا كلنا اتجمعنا علشان نيجي ونعزر الفريق ونبقى معاه ونشجعه من كل قلبنا، الماتش صعب صحيح، بس ان شاء الله النتيجه بتاعتنا هتطلعنا الدور قبل النهائي ان شاء الله. توقعاتك اخيرا للقاء؟ ان شاء الله 2-1 للنادي الاهلي، وان شاء الله افريقيا في الجزيره باذن الله، افريقيا في الجزيره باذن الله. ان شاء الله مكسب باذن الله من نسور النادي الاهلي، كل الفريق اللي موجود ده ان شاء الله مع النادي الاهلي، وهنكسب باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. اخيرا توقعاتك للقاء؟ 3-1 للاهلي ان شاء الله، الاهلي هيكسب وهيصعد، وان شاء الله يكسب بطوله افريقيا السنه دي باذن الله. كابتن اسلام، ده كان لقائنا مع مجموعه من جماهير النادي الاهلي اللي اصرت على مسانده ومؤازره النادي الاهلي هنا في مقر اقامه بعثه النادي الاهلي قبل التحرك بدقائق قليله الى استاد لوكاس موريبي لمواجهه فريق صن داونز في اياب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، الروح والحب اللي شفناه من الجماهير والتفاؤل بيقول يا كابتن اسلام ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله الى الدور نصف النهائي. تفضل يا كابتن اسلام، اليك الكلمه مره اخرى.
تفاؤل شديد من الجميع. الحقيقة أنا الحقيقة بحيي كل الطاقم الإعلامي المتواجد فاروق صلاح وبقية المتواجدين، الحقيقة عاملين شغل رائع لتغطية بعثة النادي الأهلي منذ لحظة وصولها وحتى الآن. إن شاء الله كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي في هذه المباراة. خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة دكتور أحمد ثابت، وأهم الأرقام والإحصاءات وأيضا نقاط الضعف والقوة في فريق سان داونز. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام، شرف النهارده، ده نور حضرتك إيه؟ ودايما متالق كده ان شاء الله، يعني باذن الله نكسب النهارده ونعدي باذن الله ونوصل نص النهائي بالتاكيد. يعني المباراه مثل هذه المباريات بتبص دايما للصعود اكتر يعني ان شاء الله طبعا، ولكن خلينا برضو نقول ان مباراه السنه اللي فاتت كان في فرق ما بينها وما بين مباراه السنه دي. خلينا نتكلم في مباراه السنه دي يعني تحديدا في اللي هي فتره الوقت، يعني انت مسافر النهارده بدري، السنه اللي فاتت ما كنتش يعني لعبت يوم 30/3، بعد كده لعبت يوم 2/4، بعد كده لعبت 6/4. أيوه. انت المره دي اخد اسبوع راحه، رايح بدري، الحاجات دي كلها بتديك تفاؤل وبتديك تعود اكتر على الاجواء، تديك تعود على الطقس، تديك تعود على الشمس هناك. يعني امبارح لما شفنا فيديو الفايلر بينزل ازاي، بينزل بدري بيشوف تعامد الشمس، دي بتفرق في طريقه الضغط طبعا. هل هو الشمس مثلا هتبقى متعامده في حته معينه، فانا ممكن انا عندي احساس ان هو عامل سيناريو للمباراه، حتى التشكيل اللي هو حاطه في سيناريو مهم جدا ان هو هيقفل المفاتيح من ورا وبيلعب على الهجمه المرتده من خلال السرعات، سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. قبل ما نتكلم في الفنيات، عارف احلى حاجه النهارده إيه؟ بعض الجمهور المتواجد او كل جمهور النادي الاهلي المتواجد طبعا. الحقيقه حاجه جميله جدا طبعا، ودائما جمهور النادي الاهلي بيبقى في ظهر في كل مكان، يعني في جنوب افريقيا في كل مكان. يمكن كمان هو اختار الثلاثه اللي قدام كابتن اسلام النهارده، اليو باتجي طيب جونيور رجاي. نقول التشكيل النهارده تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه، طبعا طريقه اللعبه 4-2-3-1 ولا 4-3-3. اذا طريقه اللعب من وجهه نظر دكتور احمد ثابت اليوم هي 4-3-3. الشناوي، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه اثنين مساكين، علي معلول واحمد فتحي، هيخش بقى محمود متولي كارتكاز. ثواني كده، ثانيه واحده بس بين كلير محمود متولي كده، يخش محمود متولي اهو، هيقفل منطقه العمق ده، واليو ديونج ناحيه اليمين وعمرو السليه ناحيه الشمال، واليو باتجي هيبقى مهاجم قدام اهي ماشي، وجرالدو هنا واجاي الناحيه الثانيه، وجرالدو ناحيه اليمين واجاي هنا طبعا عشان يعمل جبهه قويه مع علي معلول. طيب فانت لو طلع ممكن اسالك بس سؤال في هذا الموضوع طبعا. هل من الممكن ان نرى محمود متولي بيلعب في هذا المكان وجنبه اليو ديانج ومن امامهم عمرو السليه؟ ممكن في الحاله الهجوميه، ولكن التشكيل ما هو اعتقد ان هو بادئ بمحمود متولي هنا عشان يقفل العمق، واليو هو عايز يعمل مثلثات، نظام المثلثات ان انت تحط اليو ديانج وجرالدو واحمد فتحي ثلاثه يعملوا مثلث يقفلوا ايه؟ يقفلوا الحته اللي هي الخطيره، الجبهه اليسرى الخطيره بتاعه سان داونز. تمام. وكذلك الناحيه الثانيه برضو يبقى في عمرو السليه وفي علي معلول وجونيور اجايه، دايما هتلاقي في مثلثات في طريقه لعب النادي الاهلي، مثلث هنا ومثلث هنا ومتولي في نفس الوقت قفل العمق. هو اختار الثلاثه اللي عندهم اسرع ثلاثه في النادي الاهلي حاليا في الحاله الهجوميه، جرالدو، اليو باتجي، اجايه. اولى المباريات اللي هيلعب فيها اليو باتجي خلي بالك كراس حربه من مباراه الذهاب، فالثلاثه اللي قدام عندهم سرعات، فمن الواضح ان هو هيقفل المساحات، وده بصراحه ده الصح. انت بتلاعب فريق واحد من اسرع الفرق على ملعبه بيستحوذ دايما على الكوره، فلازم ان انت تدافع وتضيق المساحات وتلعب على الهجمه المرتده من خلال السرعات. وجرالدو على فكره في المباريات دي بيبان يعني جرالدو لما كان بيلعب في اول اغسطس، احنا معانا اول هدف ليه هنبص او اول فيديو، هنلاقي ان جرالدو في المباريات اللي زي ديت هنلاقي ان هو بيتالق، بيبقى في مساحات اكتر عكس المباريات اللي هي بتبقى على ملعبك. ايوه، لو بصينا على الفيديو بتاع هدف جرالدو مع في الترجي مع اول اغسطس، هنلاقي ان هو ازاي بيستغل المساحات دي مهمه جدا. واحد عندك جونيور اجايه بيعرف يقف على الكوره، وازاي اهو بص حضرتك ده الهدف اهو، ده جرالدو مع مباراه الترجي مع اول اغسطس، فهو كان ده ملعب واسع استاد رادس زي ملعب النهارده اهو، جرالدو هو برده كانوا بيلعبوا على الهجمه المرتده اول اغسطس فدي مفروض ان دي مميزات جرالدو اللي احنا اتعاقدنا معاه عشان، فالنهارده ان شاء الله تبان، والنهارده ان شاء الله تظهر بشكل كويس جدا جرالدو بسرعاته، واعتقد ان هيحصل مبادله في الادوار ما بين اجايه وما بين جرالدو. هو معتمد على السرعات النهارده فايلر، حاطط التشكيل ده ليه بادئ بمحمود متولي مش بقفشه؟ عشان يقفل العمق،
انت كان عندك مشكله في المباراه السنه اللي فاتت ان الحته دي كانت مفتوحه. النهارده هو عامل لك مثلث، عامل لك احمد فتحي، اليو ديانج، جرالدو، خاصه ان هم عندهم بقى بيروح هناك سيرينو وزوانين. خلينا نروح نقول التشكيل سان داونز واحنا بنتكلم عن هذه المباراه. طريقه اللعب 4-4-2. خلينا نروح اهو مظبوط مظبوط كده. اتفضل بص حضرتك بقى هتلاقي هو النهارده هيرجع لهم مين. النهارده سان داونز اهم حاجه فيها هترجع لهم الاثنين الظاهرين. تخيل بقى لما يرجع واحد زي احمد فتحي وواحد زي علي معلول اهو. لانجرمان النهارده طبعا هو اخد لعب في الشوط الثاني في المباراه اللي فاتت، فالنهارده هيبدا اكيد لانه هو ممتاز بحته الدور الهجومي عنده لانجرمان. والناحيه الثانيه نجونجا اللي هو كان مصاب، فطبعا نجونجا هيفرق جدا في الحته اللي قدام ديت، مهمه جدا. هم بيلعبوا ب 4-4-2، التشكيل طبعا بيبقى 4-4-2 مهم جدا. يعني ال 4-4-2 هتلاقي حضرتك ثلاثه بيروحوا ناحيه احمد فتحي. أيوه. هتلاقي سيرينو اهو. ايوه كمل. سيرينو موجود هنا وزوانيه ولانجرمان. تمام. يعني لانجرمان لو جبناه حتى لو عرفنا نجيبه الناحيه دي هنبص نلاقي اهو مفيش. لانجرمان هنا وسيرينو وزوانيه ثلاثه في الجبهه اليسرى. ايوه. على احمد فتحي وعلى اليو ديانج وعلى جرالدو. وبالتالي هتلاقي في جبهه قويه جدا. هم دايما طريقه لعبهم ازاي بيبنوا الهجمه. النهارده بقى راجع لك مديشه كقلب دفاع وراجع لك نجونجا ناحيه اليمين. وبالتالي هتلاقي ان يمكن مديشه واللي هو رقم 2 قدامنا على الشاشه ورقم 16 الهجمه دايما بتتبنى ناحيه اليمين عند سان داونز. دايما يعملوا اكبر عدد من التمريرات ناحيه اليمين من خلال رقم 2 مديشه ومن خلال رقم 16 نجونجا. اكبر عدد من التمريرات يعملوا تمريرات هنا وبعدين كيكانا يقوموا موزعين الناحيه الثانيه ناحيه احمد فتحي. فلازم النهارده تبقى الدنيا مقفوله، لازم تبقى مضيق المساحات. بس هو في نفس الوقت هو ده الشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي الاحمر اللي قدامنا. يعني هنلاقي ضيق المساحات. في نفس الوقت ممكن يكون في سيناريو حطه فايلر ان انت اول 10 دقائق تحاول تخطف جون بخلال ان انت تضغط ترعبهم، تعمل ضغط في اول 10 دقايق. لو عرفت تجيب جون المباراه خلصت خلاص. ممكن يكون جت ما جتش خلاص مش مهم، هترجع تدافع وتضيق المساحات. ده السيناريو اعتقد اللي حطه ريني فايلر للمباراه. الحاجه المهمه جدا يا كابتن اسلام في حاجتين مهمين جدا. فريق سان داونز لو استعرضنا الاحصائيات بتاعته على ملعبه. خلينا بس نروح نقفل الاول النادي الاهلي وبعد كده نروح لفريق سان داونز اهو. هو دايما بيلعب فريق سان داونز بيلعب 4-1-4-4-1 هي دي بالظبط. 4-1-4-4-2 يعني هي دي بالظبط، نفس الشكل ده بالظبط، نفس الشكل. اتفضل. لانجرمان، ريكاردو، طبعا اونيانجو في حراسه المرمى. الاثنين الظاهرين نوجونجا ولانجرمان كظاهرين. ماديشا بيرجع كقلب دفاع، ده مميز جدا بالعاب الهواء، لازم يتمسك، لازم يتعامل عليه. عشان كده اليو بادجي موجود النهارده. لازم بادجي، ممكن يكون برده بادجي النهارده. النهارده مباراه بادجي مش مباراه مروان. مروان تلعب على ملعبك لانه بيديك عمق هجومي. لكن النهارده انت محتاج سرعات. وبالتالي اختار الثلاثه. ليه بدا بالثلاثه اللي قدام؟ عشان حته السرعات. عشان الهجمه المرتده. اليو بادجي لازم يراقب ماديشا في الكرات الثابته. لازم بادجي اطول واحد عندنا في الفرقه ياخد ماديشا اهو في الكرات الثابته، لان هو اخطر واحد في الضربات الركنيه، بيلعب بيجيب بدماغه كويس جدا. وبالتالي لازم بادجي في الضربات الثابته يبقى بنفس الشكل ده مع ماديشا. النهارده بيرجع لهم نجونجا، ده واحد من الظهير الايمن المميز جدا، يعني ظهير ايمن مميز جدا نجونجا. الناحيه الثانيه طبعا لانجرمان كظهير ايسر برده مميز جدا. عندك بقى الاثنين الارتكاز جالي وكيكانا، يعني جالي وكيكانا، وبعد كده عندك زوانيه ناحيه الشمال ومابوي بيبقى ناحيه اليمين. يعني لو بدلنا مثلا حط مابوي مكان جالي ويبقى اثنين ارتكاز كيكانا وجالي زي ما قلنا، هم بيحضروا الهجمه ناحيه اليمين وبعد كده قدامهم ايه حل من الاثنين. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على لعبه التمرير الطولي. النهارده لو لجأوا للتمرير الطولي يبقى هم فشلوا في الاستحواذ. يبقى طريقه فايلر نجحت. ليه؟ لان هم النهارده لعبهم بيلعبوا على الاستحواذ. هو خطوره سان داونز على ملعبه في الاستحواذ والكرات العرضيه. تمام. لو استعرضنا حتى احصائيات سان داونز في المباريات الثلاثه اللي كانت على ملعبه هنبص نلاقي هم لعبوا الوداد المغربي ولعبوا اتحاد العاصمه ولعبوا بترو اتليكو الانجولي. نسبه الاستحواذ في الثلاث مباريات كانت كام؟ عدت ال 60%. ايوه. قدام الوداد كانت 60%، قدام اتحاد العاصمه 69%، قدام بترو اتليكو 61%. هذه هي قدامنا. اتفضل. فطبعا نسبه الاستحواذ كبيره جدا، يعني انت هتقابل فرقه النهارده هم اعتقد ان برضه هيبقى نسبه استحواذهم اكتر النهارده، ولكن انت ازاي تقفل المساحات بشكل كويس جدا؟ ازاي خطوطك الثلاثه تبقى متقاربه؟ مهمه جدا. ازاي تعمل مثلثات على الجبهه اليمين والجبهه الشمال ومحمود متولي يكون قافل لك العمق؟ محمود متولي النهارده يعتبر ليبرو.
ليبرو متقدم قدام الاثنين المساكين. ده الشكل اللي كان بيلعب لو نفتكر منتخبنا الوطني ما كان بيلعب مع كابتن حسن شحاته وهاني سعيد. طبعا لازم ده دور فعلا هاني سعيد. نفس الدور ده ان انت في نفس الوقت بتبني الهجمه وفي نفس الوقت بصراحه محمود متولي بيديك عمليه الاستحواذ. ازاي النهارده تستهلك الوقت بتعمل اكبر عدد كم من التمريرات مهم جدا في اول 10 دقائق. النادي الاهلي يعمل عدد كبير من التمريرات يمتص الحماس الجماهيري يمتص حماس لعيبه سان داونز وفي نفس الوقت بتبث لهم الخوف ان انا النادي الاهلي ان انا جاي استحوذ في وسط ملعبكم. دي يعني النهارده بس عن عدد التمريرات بتاع سان داونز 548 قدام الوداد، 684 قدام اتحاد العاصمه، 576 قدام بترو اتليتيكو. يعني من الفرق سان داونز من الفرق اللي بتعرف تستحوذ بشكل جيد على ملعبها. على ملعبها احنا اتكلمنا ان هم ثالث افضل فريق في الاستحواذ بعد الاهلي والمجموعات بعد الاهلي والترجي يعني. وعدد العرضيات بص يا كابتن اسلام كام؟ 23 13 29 يعني اكتر من 20 عرضيه مثلا في الماتش الواحد. ده دليل ان ده فريق بيلعب 4 4 2 بيعتمد على الاطراف ومهم جدا ان انت النهارده تقفل الاطراف بحكايه المثلثات اللي عاملها ريني فايلر وفي نفس الوقت قفل العمق. طيب خلينا نشوف عايز الفيديو عايز تبص على حاجه تانية. الفيديو بقى خطوره الكرات العرضيه على ملعبهم. خطوره الكرات العرضيه ده من خلال فيديو. الفيديو فيديو تمام اتفضل. اول فيديو معانا بص حضرتك دي اول حاله فنيه معانا قدام الوداد. بص دي ده جت ضربه جزاء من خلال كسبوا الوداد بضربه جزاء على ملعبهم من خلال كره عرضيه. هتلاقي دايما ان في زياده عدديه. وقف يا استاذ سمير ثانيه واحده. هنلاقي ان مين اللي بيرفع ده اللي هو الجناح اليمين اللي هو مش موجود النهارده. بس هو اللي هيبقى مكانه مبوي. الاثنين اللي قدامهم اللي في لاكازي بيقطع في العمق على القائم القريب. ومين اللي ورا هناك ده؟ سيرينو. سيرينو اللي هو اللي هناك ده سيرينو. فبالتالي انت بتعمل اوفر. اذا خطوره الكرات العرضيه مهمه جدا. عشان كده النهارده ايه فايلر عامل ايه النهارده؟ هتلاقي فيه ثلاثه على الجبهه دي. المفترض ان يبقى فيه علي معلول، في جونيور اجايه، في عمرو السليه. مهمه جدا. هو عامل مثلثات ريني فايلر على الجبهات عشان يقفلها. مهم. هو ده فكره. يعني انا بقول فكر فايلر اعتقد ان هو بنسبه كبيره كده. هو عايز يقفل الجبهه دي وعايز يقفل خطوره الاطراف وفي نفس الوقت لاعب بالثلاثه. ليه ما بداش بحسين الشحات؟ عشان هو جرالدو مثلا عنده حته اسرع. ليه ما بداش بمروان؟ عشان بادجي اسرع. يبقى هو اختار الثلاثه اللي عندهم سرعات. تمام. قدام دي اول حاله معانا. تمام. الحاله الثانيه بص حضرتك اتفضل. ده بقى ده بص ده حضرتك حارس الوداد المغربي احمد رضا. ده النهارده دور محمد الشناوي مهم جدا 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 في ماتش زي النهارده. بس خلينا واقفين ثانيه واحده لانه هنا الحقيقه بيبقى واضح جدا التكتل الدفاعي اللي متواجد او التكتل الهجومي. يعني الهجومي عندهم الكثافه العدديه. عندهم ادي واحد اهو. واحد اثنين ثلاثه. ادي اثنين ادي ثلاثه. الثلاثة دول الحقيقة هم والرابع ده برضو الجناح داخل معاهم. اللي هنا ده الجناح. ايوه هم عندهم طريقة معينة اللي هي ايه؟ الجناح بيدخل للعمق وبيفتح المساحات للاوفرلاب للظهير وراه. سواء لاكاي او سواء لانجرمان او نجونجا. اذا تحديدا عشان الاثنين اللي راجعين مقويين جدا نجونجا ولانجرمان دول مهمين قوي النهارده. اذا خماسي دائما متواجد في الحالة الهجومية. طبعا في اي عرضية زي ما حضراتكم شايفين واحد اثنين ثلاثة أربعة اهو. معلش ارجع تاني يا سمير لحظه معلش نرجع تاني اهو. احنا بس عايزين تبقى واضحه لكل. ادي واحد اتنين ادي اتنين تلاته ادي تلاته اربعه ادي اربعه. وتوزيع رائع الحقيقه. يمكن اللي هناك ده بعيد شويه ولكن هو يعني توزيع رائع. يعني ممكن ده يبقى اقرب من هنا كده يجي هنا كده شويه يبقى ده. والعرضيه مرفوعه فين؟ عند قوس منطقه الجزاء. دايما ده برضو تدريب معين ولكن لازم الشناوي يطلع ياخد العرضيه يريح خط الدفاع. دور محمد الشناوي النهارده مهم جدا جدا جدا. يمكن لو استعرضنا ارقام محمد الشناوي وارقام نيانجو اعتقد ان هي هتفرق جدا. اهم مقارنه فريق كبير. لا يعني اهم مقارنه الحراس. تمام. الحاله اللي بعد كده برضو الحاله اللي بعد كده يا سيد سمحت هنبص اللي هي برضو كره اهي. بص حضرتك ده برضو ده نوقف ثواني ثانيه. مين اللي بيرفع هنا؟ ده سيرينو. ده سيرينو اللي هو المهاجم. المهاجم الثاني. بص حضرتك كام واحد بقى وده بقى ده مبوي اهو. ادي واحد كالعاده. واحد اثنين اثنين هم الخمسه ثلاثه أربعة خمسة. وكيكانا واقف مستنيها على الدايرة. مستني على الدايرة. فنفس الحتة النهاردة أهم حاجة إن أنت تقفل الأطراف. هو ليه بدأ بتلاتة ارتكاز النهاردة؟ أو ليه بدأ بليبرو متقدم؟ عشان أنت بتلعب فرقة خطرتها على الأطراف. وبالتالي أنت مهم جدا إن أنت تقفل العمق. أيوه مش لازم إن أنت النهاردة تقفل العمق بشكل كويس جدا بمتولي وفي نفس الوقت هو اختياراته في حتة اللي قدام عشان السرعات. عشان أنا أقطع الكرة هنا وأعمل هجمة مرتدة من خلال السرعات. بس أنا عاجبني جدا قد إيه الكثافة الهجومية من الفيديوهات طبعا. اللي أنت جايبها قد إيه كثافة هجومية واضحة جدا طبعا. لفريق سان داونز وكثافة عددية مهمة جدا داخل منطقة الجزاء. عشان كده لازم يبقى إحنا عندنا أكتر عدد من خلال وجود متولي ياسر إبراهيم رامي ربيعة. لازم النهاردة الثلاثة يبقوا مصحصحين.
لازم يكونوا ان شاء الله نجوم المباراه مع محمد الشناوي. اللي بعد كده الحاله اللي بعد كده بقى دي حاله مهمه قوي في نقطه ضعف مهمه لازم نستغلها. اتفضل. بص حضرتك الضربات الثابته احنا دايما بنقول ان هم عندهم مشكله في الجبهه الشمال وعندهم مشكله الضربات الثابته. طيب بص حضرتك الضربه الثابته عندهم عامله ازاي. ده الوداد بيرفع لعيب الوداد اسماعيل الحداد مش متراقب ممكن تخلص من كره ثابته. يعني انت لو ما عرفتش تخطف من هجمه مرتده من خلال السرعات اللي قدام او انا بشوف ان جرالدو النهارده سلاح مهم جدا. هقول لحضرتك ليه بس الاول نكمل حته الضربات الثابته. انا عايزك ترجع ثانيه بس كده اهو بس ضربة ثابتة او بص حضرتك كمل 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 يا سميلة سمحت كمل بس هي دي النقطة اللي انا بتكلم عنها او هي دي النقطة اللي انا عايزها. النهاردة بادجي لازم نستغله في الضربات الثابتة. اطول لعيب في الفرقة عندك هو اليو بادجي. طيب مهم جدا ان انت تستغله في حتة تخطف هدف من خلال ضربة ثابتة. معلش يا احمد خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من استاد لوكاس موريبي برضو يدينا كل الاجواء فيما يحدث في ملعب المباراة ملعب لوكاس موريبي. فاروق يعني اولا انا بحييك الحقيقه على كل هذه التغطيه ان شاء الله بعد المباراه نحييك اكتر واكتر واشكر لكل المجموعه المتواجده هناك لسان جمهور النادي الاهلي الحقيقه الكل سعيد بكل ما تؤدونه من اودع شغلكم انا عارف ومتاكد منه ولكن ان شاء الله يكتمل هذا الشغل اليوم بنهايه المباراه. طمنا الاول على وصول النادي الاهلي الى استاد لوكاس موريبي وايضا قول لنا اجواء هذه المباراه هل الاستاد اتملا احنا لسه قدامنا تقريبا ساعه على بدايه المباراه فاروق. بالظبط كل التحيه ليك يا كابتن اسلام وللدكتور احمد ثابت ولكل جماهير مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ولكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي ولكل جمهور النادي الاهلي باذن الله يا كابتن اسلام يوم خير ان شاء الله كلنا متفائلين وباذن الله هنرجع من هنا منصورين باذن الله يا كابتن اسلام. يعني منذ دقائق كان وصول فريق النادي الاهلي الى استاد لوكاس موريبي طبعا بيتقدم فريق النادي كان بوجود الكابتن محمود الخطيب ومعالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه هنا بجنوب افريقيا ثم بعد خمس دقائق وصل حافله فريق صن داونز. يعني خليني اقول لك الاجواء دلوقتي يا كابتن اسلام مجموعه من جماهير النادي الاهلي والجاليه المصريه والعربيه موجوده يعني على المدرج الايمن من المقصوره في عدد يعني كان تيسير دخولهم مع مسؤول السفاره المصريه والكابتن سمير عدلي ايضا في لسه الاستاد لم يمتلئ خالص يا كابتن اسلام. احنا بنتكلم دلوقتي اللي موجود في ارض الملعب لا يزيد عن اكثر من 1000 او 1500 فرد من المشجعين بس احنا متعودين الحقيقه على كل جمهور جنوب افريقيا ان هو وصن داونز تحديدا ان هو بيجي قبل المباراه بدقائق قليله. بالظبط يا كابتن اسلام يعني من المتوقع ان الاستاد ده يعني تكريم باب الاستاد ده مجانا النهارده للجماهير وعمليه حجز دخول الجماهير ابواب الاستاد مفتوحه تماما مجانا لكل جماهير صن داونز. خليني برضه يا كابتن اسلام يعني نقول تشكيل النادي الاهلي وايضا تشكيل صن داونز. اتفضل. تشكيل النادي الاهلي معاك يا كابتن اسلام. معايا اتفضل بس قوله مره ثانيه يا فاروق. تشكيل النادي الاهلي محمد الشناوي لحراسه المرمى على يمينه احمد فتحي على شماله علي معلول اثنين قلبين دفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم قدامهم محمود متولي قدامه اثنين عمرو السليه واليو ديانج على يمينهم جيرالدو على شمالهم جونيور اجاييه وراس راس حربه اليو باتشي. تمام. موسيماني اعلن تشكيل يعني من دقائق فاضل يا كابتن اسلام خرج من القائمه يا كابتن اسلام النهارده من قائمه النادي الاهلي لهذا اللقاء احمد الشيخ ومصطفى شوبير. تمام. على مقاعد بدلاء الاهلي في هذا اللقاء علي لطفي ايمن اشرف محمد هاني حسين الشحات محمد مجدي قفشه وليد سليمان واليو باتشي. تشكيل صن داونز بحراسه المرمى اونيانجو رقم 14 قدامه اثنين مساكين رقم اثنين ماجيشا رقم ثلاثه ناسيمينتو في اليمين ناجونجا رقم 16 في الشمال لبوسا رقم خمسه اثنين في دايره المنتصف كيكانا رقم ثمانيه وجالي رقم 15 على يمينهم بيلا كاتي رقم 11 وعلى شمالهم دواني رقم 18 اثنين في خط الهجوم رودريجيز رقم 10 ومابوي رقم 25. ده كان تشكيل فريق صن داونز يا كابتن اسلام لكن انا عايز اطمنك هنا على فريق النادي الاهلي وعلى اجواء النادي الاهلي ان شاء الله يكون يوم خير لكل جماهير النادي الاهلي ولكل لعيبه النادي الاهلي باذن الله يا كابتن اسلام ونرجع من هنا منصورين ومعانا تذكره الصعود الى الدور نصف النهائي المشاركة. يا رب ان شاء الله. اخيرا معلش مره ثانيه ممكن تقول لنا التشكيل الرسمي للنادي الاهلي يا فاروق. التشكيل الرسمي للنادي الاهلي محمد الشناوي في حراسه المرمى
في اليمين احمد فتحي، في الشمال علي معلول، من قلبين دفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم، قدامه محمود متولي، قدامه اثنين اليو ديانج وعمرو السليه، في اليمين جيرالدو داكوستا، في الشمال جونيور ارجاي، وقدامهم اليو باتشي. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. طبعا من الواضح ان الاستاد دايما في جنوب افريقيا الحقيقه يعني من خبره شفناها كتير، لان 3 4 5 مباريات هناك دايما بيمتلئ في اللحظات الاخيره. هم ستايل اوروبي بصراحه، ستايل اوروبي. طيب نروح نكمل الفيديو اللي معانا. النقاط اللي بتعرف النهارده اللي لازم نستغلها هي الضربات الثابته، مهمه جدا ان انت ازاي يا اما تخطف بهجمه مرتده من خلال سرعات جرالدو، لان هم عندهم الجبهه الشمال فيها مشكله، فجرالدو ناحيه اليمين عنده حته السرعات يستغلها. أيوه. الحاجه الثانيه الضربات الثابته، هم تمركزهم رغم ان هم مميزين في الضربات الثابته اللي ليهم، اللي عليهم مش مميزين فيها دايما، بيبقوا سايبين حته فاضيه. بص واضحه جدا، تقدر يعني ان انت تستغل واحد زي اليو باتشي او رامي ربيعه او عمرو السليه، ثلاثه مميزين بحته العاب الهواء. طيب. مهمه جدا ان انت تخطف ازاي من كره ثابته. تمام، اللي بعد كده المقارنات بقى هنستعرض. طيب خلينا بقى نروح للمقارنات في مباراه اليوم ونشوف اولى المقارنات. اتفضل يا دكتور. اول مقارنه ما بين ريني فايلر وموسيماني من اول دور، من بدايه دور المجموعات لغايه دور الثمانيه. ايوه، هنلاقي ان ريني فايلر طبعا لعب 7 مباريات نفس الارقام، يعني الاثنين لعبوا 7 فاز 4 اتعادل 2 خسر 1. أيوه. نفس الاثنين خسروا مباراه واحده. احرز اهداف النادي الاهلي جاب 9، موسيماني 9، نفس برضو القوه في الهجوميه. بالنسبه لاستقبال الاهداف، النادي الاهلي اقل فريق استقبل اهداف منذ دور المجموعات، بداية دور المجموعات حتى دور الثمانية في البطولة كلها. أيوه. استقبل 4 أهداف بس. أما موسيماني استقبل 5 أهداف. الشباك النظيفة 3 لريني فايلر، 4 لموسيماني من أول دور المجموعات برضو. نيجي بقى المتوسط الاستحواذ بتاع النادي الأهلي. النادي الأهلي أكتر فريق مستحوذ على الكورة في البطولة، 59.3% في المباريات. مقابل سان داونز 53%. أيوه. عدد التمريرات برضو النادي الأهلي أكتر فريق في البطولة عامل عدد تمريرات، بيعمل 411 تمريرة في الماتش الواحد. سان داونز بيعمل 379 في الماتش الواحد. بالنسبة للتمريرات الطولية، النادي الأهلي أكتر برضو 3 و23.4 لسان داونز. طيب نيجي للشراسة الهجومية، المحاولات، النادي الأهلي أكتر فريق عنده محاولات على المرمى في المباراة الواحدة، 11.3 محاولة مقابل سان داونز أو موسيماني 7.6. صناعة الفرص، النادي الأهلي أكتر، صنع 17 فرصة محققة مقابل 12 لسان داونز. إهدار الفرص، النادي الأهلي أهدر في البطولة 10 فرص وسان داونز أهدر 6 فرص. أيوه. المقارنة الثانية المهمة جدا 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 وهي حراسة المرمى، النهاردة هيبقى ليها دور مهم جدا. طبعًا جدا طبعًا جدا، سواء محمد الشناوي أو أونيانجو. أونيانجو بصراحة شايل أخطاء دفاعاتهم وشايل الكوارث الموجودة سواء ناحية الشمال أو الأخطاء في الكرات الثابتة، يعني احنا لسه شايفين واحدة هو اللي مطلعها من تحت المقص. مظبوط. وبالتالي أول حاجة معانا الشناوي، هنلاقي السن طبعا، الشناوي 31 سنة، أونيانجو 34 سنة خبرة. الاثنين طبعا حراس كبار جدا، يمكن بشوفهم افضل اثنين حراس في القاره الافريقيه سواء اونيانجو او الشناوي. الشناوي لعب 7 مباريات من منذ بدايه دور المجموعه في البطوله كلها، لعب 7 مباريات عنده 3 كلين شيت. دينيس اونيانجو لعب 6 مباريات من اول البطوله عنده 3 كلين شيت برضه. ايوه. استقبل اهداف، الشناوي استقبل اقل 4 اهداف مقابل دينيس اونيانجو استقبل 5 اهداف. عدد التصديات لمحمد الشناوي 2.1 في الماتش الواحد مقابل 2.5 لدينيس اونيانجو. ايوه. نسبه النجاح في التصديات الاثنين زي بعض 79%. فده دليل ان اونيانجو فارق مع سان داونز والشناوي فارق مع النادي الاهلي. تمام. التمرير الطولي هنلاقي ان اونيانجو اعلى، اونيانجو من الحراس اللي بتحضر كوره برجليها ليبرو. تمام. ورا بيحضر كوره برجله كويس جدا وبيبني الهجمه كانه ليبرو بالظبط. ايوه. فاذا حارس المرمى هيفرق جدا النهارده. المقارنه اللي بعد كده برضو جونيور اجايه وسرينو، الجناح الشمال هنا والجناح الشمال هنا، او المهاجم المتحرك هنا والمهاجم المتحرك هنا. هنلاقي ان اجايه ارقامه تطورت في اخر ماتش، سيرينو طبعا ارقامه متطوره طوال البطوله، يعني عدد المشاركات الاثنين لعبوا 8 مشاركات طوال البطوله كلها.
سيرينو الاثنين مسجلين هدفين، اجايه جايب هدفين وسيرينو جايب هدفين برضو. تمام. صناعه الاهداف سيرينو صنع اربعه عنده اربعه اسيست، اخطر لاعب في فرقه صن داونز على المستوى الهجومي هو سيرينو، هو مفتاح اللعب. هو اللي بيلعب الضربات الثابته، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده، الضربات الركنيه ان هم بيلعبوها دايما على مرتين. دايما ما بيلعبوهاش من مره واحده، دايما سيرينو بيقرب وبيعمل الاوفر لماديشا اللي هو قلب الدفاع اللي لازم قلنا لازم مين يمسكه، بادجي، لان هو متخصص الضربات الركنيه. احنا عاملينها اهو. لازم تمام. يبقى بادجي مراقبه، لان النهارده تمام. الضربات الركنيه سلاح مهم جدا. صناعه الاهداف اربعه، متوسط صناعه الفرص اجاي كان 2 من 10 زاد بعد الماتش الاخير بقى 6 من 10. اوكي. اما سيرينو 2 و6 طبعا رقم ضخم. 2 و6 بيصنع 2 و6 فرصه في الماتش الواحد رقم كبير جدا. متوسط المراوغات الناجحه اجاي 1 و6 اكتر من سيرينو 1 و3. متوسط لمس الكوره في الماتش الواحد سيرينو بيلمس الكوره 60 مره. دليل ان هو مفتاح زي ما قلت لحضرتك. بيبنوا دايما الهجمه ناحيه اليمين، دايما بتتحضر ناحيه اليمين وتتحضر لكيكانا. كيكانا قدامه حل من الاثنين، احنا شرحناها المره اللي فاتت، يا بتتلعب تمرير طولي اللي في الاكازي اللي هو التمرير الطولي هنا وعملوها كتير جدا في الماتش الاولاني، يا اما بتتلعب على الناحيه الشمال. تمام. اللي هي بيبقى فيها زوانيه وسيرينو والباك ليفت معاهم، عشان كده النهارده ريني فايلر عامل مثلثات عشان يغلق الاطراف. اذا ده الشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي في هذه المباراه في نص ملعبه. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، ان شاء الله نتقابل بعد نهايه هذه المباراه. شكرا لحضرتك وبالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. خلينا نروح لجنوب افريقيا مره اخرى في تقرير مع زميلنا فاروق صلاح، مع اثنين من النجوم الكبار للنادي الاهلي في العاب القوه، كابتن حسن عبد الجواد وكابتن ايهاب عبد الرحمن، هيكونوا متواجدين مع كابتن مع فاروق صلاح في جنوب افريقيا. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير عندي ثلاثه من النجوم الكبار والحالات الفنيه او كل الحالات ورؤيتهم الفنيه لهذه المباراه الصعبه، عوده مباراه العوده في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي ونادي صن داونز. النجم الكبير كابتن اسامه عرابي، النجم الكبير الكابتن محمد يوسف، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال. بعد هذا التقرير هنستقبل نجومنا الكبار. جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولضيوف حضرتك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. في مفاجأة لجماهير النادي الأهلي، ودايما بنقول ان جماهير النادي الأهلي في كل مكان، دايما لما بتعرف ان النادي الأهلي موجود دايما الجميع بيتصارع والجميع بيتسابق من اجل الوقوف مع النادي الأهلي. النهارده يعني مجموعة من لاعبي منتخب مصر الألعاب القوى في معسكر تدريبي للاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020 أصروا بعد علمهم ان النادي الأهلي موجود في بريتوريا، أصروا على التواجد والحضور إلى مقر قامة بعثة النادي الأهلي ومؤازرة ومساندة النادي الأهلي. أعتقد هم أسامي كبيرة ونجوم نتمنى لهم كل التوفيق. أنا هخليهم مفاجأة كابتن إسلام وهعرف حضرتك بيهم، كلنا نعرفهم طبعا. كابتن حسن عبد الجواد لاعب منتخب مصر ألعاب القوى لعبة المطرقة، برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، احكي لي التفاصيل، احكي لي الكواليس، حضرت إلى بريتوريا من أجل مساندة النادي الأهلي. أهلا وسهلا بيك يا فاروق الأول، وبنرحب بيكوا كابتن إسلام، نرحب بكل الناس الموجودين. طبعا كان صعب علينا إن احنا هنا 80 كيلو في معسكر بعيد عن بريتوريا، ويوم الأجازة بتاعنا إن احنا ما نجيش ونشجع النادي الأهلي طبعا في مهمة، لا مش ما تقلش عن المهمة اللي احنا فيها. احنا موجودين هنا في معسكر شهرين استعدادنا لأولمبياد طوكيو إن شاء الله بإذن الله. طبعا موجودين احنا مع النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي، ده النادي بتاعنا، احنا لعيبه في النادي الاهلي بقالنا اكتر من 10 سنين، يعني كان واجب علينا ان احنا نيجي وطبعا ونشجع وان شاء الله بالتوفيق ونبارك بعد الماتش ان شاء الله باذن الله. النهارده بروح المشجع واقف مع النادي الاهلي وبتوصل رساله لعيبه النادي الاهلي، تقول لهم ايه؟ لهم البطوله دي يعني احنا مفتقدينها بقالنا كتير ومستنيينها بقالنا كتير. انا احنا قابلت كتير من اللعيبه النهارده وشايف التركيز جامد جدا وفي المكان، والناس كلها يعني على قلب راجل واحد. ان شاء الله باذن الله النهارده يفرحونا ونرجع بتذكره التاهل للدور قبل النهائي ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا كابتن حسن، وعايز اروح لاحد نجوم مصر في العاب القوى الكابتن ايهاب عبد الرحمن. عايز اقول الاهلاوي ايهاب عبد الرحمن. كابتن ايهاب برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، كل التحيات للكابتن اسلام الشاطر وضيوف ملعب النادي الاهلي وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب، تحياتي لحضرتك والكابتن اسلام ولكل الجماهير وكل الناس محبين النادي الاهلي في كل مكان يا رب.
احكي لي بقى القصه، عرفت انتوا هنا في معسكر تدريبي من اجل استعداد لاولمبياد طوكيو 2020، عرفتوا ان النادي الاهلي موجود دايما، ولاد النادي الاهلي في كل مكان بيلبوا النداء. والله احنا عندنا معسكر في مدينه هنا زي ما حسن قال، بعد 80 كيلو بالظبط عننا، واحنا النهارده كان يوم الاجازه بتاعنا، فاحنا عرفنا ان النادي الاهلي هيلعب النهارده من اول يوم احنا جينا المعسكر واحنا متابعين، فما كانش ينفع النادي الاهلي يبقى موجود هنا وهيلعب هنا واحنا ما نجيش نتفرج حتى، يعني لو كان ايه حتى، ف يعني دي حاجه شرف لينا كلنا، ولازم ان كلنا نبقى متواجدين جنب النادي الاهلي، وان شاء الله هيفرحنا زي ما على طول بيفرحنا، هي الحاجه الوحيده يعتبر دلوقتي اللي بتفرحنا موجوده دلوقتي، فربنا يسهل ان شاء الله ويفرحونا النهارده كمان، وان شاء الله يتاهلوا باذن الله. رسالتك يا كابتن ايهاب للاعب النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ والله انا زي ما بقول لحضرتك، زي ما حسن قال، احنا جينا شفنا الناس ما شاء الله، الناس مركزين، اللعيبه مركزه، ما لهمش دعوه بحد في طريقهم. انا بقول لهم يا جماعه انتوا الوحيدين اللي بتفرحوا مصر دلوقتي، انتوا اكتر حاجه مبهجه دلوقتي، كملوا فرحتنا، احنا محتاجين التاهل وان شاء الله هنتاهل وباذن الله هنطلع ان شاء الله. شكرا يا كابتن ايهاب، وشرفتنا على قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، شرف ليا ويعني شرف لاي مصري يكون موجود على قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب. كابتن اسلام، ده كان لقائنا مع ابطال مصر في العاب القوى، الكابتن ايهاب عبد الرحمن والكابتن حسن عبد الجواد. زي ما قلنا يا كابتن اسلام، جماهير النادي الاهلي بتوصل رساله من كل مكان، جاء ابناء النادي الاهلي وجاء جماهير النادي الاهلي لمسانده ومؤازره النادي الاهلي، يتبقى التوفيق باذن الله، وباذن الله عقب اللقاء نحتفل بصعود النادي الاهلي لمباراه النصف النهائي. تفضل كابتن اسلام، اليك الكلمه مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ مشرف ومنور. اهلا وسهلا بك. الله يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن محمد يوسف. انا مش فاكر دي اول مره، بس انا بشوفه كتير، فانا مش فاكر اول مره في الاستوديو ولا. ازيك كابتن محمد؟ مشرف ومنور. اهلا بيك كابتن. اول مره في الاستوديو؟ لا انا استوديو معايا يعني مع بعض اول مره في استوديو تحليلي، يعني ان شاء الله تبقى خير كده ونفرح النهارده ان شاء الله. وبرده اول مره بليل معانا النهارده. اول مره معاك. ازيك يا بيلو؟ الحمد لله، مشرف ومنور. خليك يا رب. كابتن اسامه، تشكيل النادي الاهلي تشكيل منطقي، هناك تغيير في معرفش اسميها بقى طريقه اللعب، التكتيك، حضرتك قول لي. طبعا لا، هو في تغيير شويه النهارده. اولا مستر فايلر معظم الماتشات اللي لعبها قبل كده سواء في الدوري او في البطوله او في البطوله الافريقيه بيلعب 4-2-3-1. التغيير النهارده اللي هي بتاعت متولي واليو ديانج وعمرو سوليا، يبقى متولي زي ليبرو امام رامي ربيعه وياسر ابراهيم او وسط ارتكاز، وعلى يمينه وشماله سوليا واليو ديانج اللي هي 4-3، وبعدين 2-1 جيرالدو واجايه، وقدام اليو باجي. تمام، نسميها 4-5-1، نسميها 4-3-2-1، لكن هو واضح انه حاطط محمود متولي كوسط ارتكاز وعلى يمينه وشماله. دي اول مره يلعب بيها من بدايه لقاء، لكن لعب في مباراه المصري نزل محمود متولي قبل كده وعملها، وفي برضه ربع ساعه المباراه اللي بعدها برضه يعني ربع ساعه 10 دقائق. واضح انه من التشكيله دي ان هو متخوف من حاجات معينه بالنسبه للفريق سان داونز. تحب اتفضل. هو واضح انه فريق سان داونز الماتش الاولاني كانوا بيلعبوا كتير جدا في العمق بين ياسر ابراهيم ومحمود متولي ساعتها بينقلوا عندهم استحواذ كويس في وسط الملعب. في المباراه الاولى عندهم استحواذ كويس في وسط الملعب، وبعدين بيلعبوا تمريرات في العمق طوليه، ويمكن في اول ثانيه في واحده اتعملت، وفي واحده بعد كده صدها الشناوي باقتدار، ثم واحده بعد كده كمان لياسر ابراهيم طلعها برضو باقتدار من امام فيلاكازي رقم 11. فهم معتمدين على دي، فواضح ان هو مأمن بمحمود متولي في المنطقه اللي هي بتاعه العمق، وهيدي حريه شويه للسوليه واليو ديانج ان يكملوا مع الثلاثي الامامي. وفي نفس الوقت برضو عندهم الاطراف جيده، يعني عندهم اطراف سيرينو وعندهم زواني وعندهم مابوي بيلعبوا على الاطراف كويس، فبرضو الثلاثه دولت هيبقوا
يعني واحد مايل ناحيه معلول شويه اللي هو السوليه او اليو ديانج زغيره واليو ديانج والثاني هيبقى مايل ناحيه احمد فتحي شويه عشان برضو يقفلوا اطراف الملعب. فهو واضح ان هو فكر الفكره دي انه متقدم 2-0 انه مكمن الخطوره في سان داونز الاساس بيلعبوا في تمريرات في العمق كتير فمتولي وثم الاثنين الارتكاز اللي جنب متولي اللي هو سوليا واليو ديانج هيبقوا مايلين في الاجناب ناحيه معلول وناحيه احمد فتحي عشان يدوم قوه يبقى مامن هو بالمنطقه ديت. فاعتقد هذه التفكيره اللي عنده. بس طبعا انا يمكن قلت قبل كده بالنسبه لي التشكيل الاولاني كان هايل والنادي الاهلي بيلعب بيه وعمل ماتش كبير قوي. انا من وجهه نظري الشخصيه التشكيل الاولاني بمعنى ايه؟ المباراه الاولى اللي هو في قفشه والشحات واجايه ومروان حتى اذا كان ممكن يحصل تغييره بس انا شايف انه كان منطقي كان شغال يعني. انا برضو نقطه جيرالدو شويه بتبقى عامله بالنسبه لي شويه حضرتك اتكلمت عنها برضو في مباراه الزمالك في السوبر تحافظ عليها شويه. بادجي احنا كنا بنقول انه يديله فرصه من بدري شويه يعني كتير ان احنا قلنا يبتدي فالنهارده هو مفيش مشكله فبادجي طبعا لعيب كويس وربنا نتمنى له التوفيق يعني. طيب كابتن يوسف يعني لا كابتن اسامه بيقول ان هي 4 اقرب ل 3-3 او 3-2-1 او كذا كذا كذا. هل من الممكن ان هي تكون يعني عايز اقولها لك برضو على الشاشه يا كابتن يعني بص انا عايز اوري حضرتك ان هل ممكن مثلا يبقى بدل 4-3 ده الشكل اللي كابتن اسامه بيتكلم فيه مظبوط بس هو مزبوط. متولي اللي هيبقى في العمق متولي اللي هيبقى في العمق صح يا كابتن. طيب هل ممكن نعملها 4-2-3-1 بنفس الشكل ان هو يبقى سلية. مثلا السوليه هو اللي يتقدم يعني السوليه هو اللي يبقى متقدم وعمرو السوليه هو اللي ومحمود متولي هو اللي يبقى جنب اليو ديانج ولا لا اعتقد بمعنى ان هي تبقى الاربعه ورا كده واليو ديانج واليو ديانج هنا اهو خلاص ويجي محمود متولي يبقى كده وعمرو السوليه من قدام واجاي على جنب. هل ده ممكن هو ولا هو صعب؟ فايلر لعب بالطريقه دي عشان يخف الضغط على دفاع النادي الاهلي بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو لما بيلعب بإليو ديانج وعمرو السوليه ومحمود متولي هيلعب بيهم 3 فلات ممكن عمرو السوليه لو سمح لي ان اجواء المباراه هيبقى في مساحات هيبدا رجله بطبيعه اداء عمرو السوليه انه بيكمل اليو ديانج ومحمود متولي واقفين يعني اليو ديانج بيكمل شويه بس مش زي عمرو السوليه محمود متولي واقف تماما هي النقطه دي هتدي له حاجتين واحد وهو ماسك الكوره هيبقى عنده استحواذ جيد في وسط الملعب ودي مهمه جدا وانت بتلعب بره ملعبك وفي الملعب الواسع ده هيبقى عنده فرصه انه يستحوذ ويبقى عنده عدد في 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 المكان اللي فيه الكوره يعني كتره عدديه في المكان اللي بيستحوذ فيه الكوره اللي هي 4-3 اللي هي 4-3-3 اللي هو هيبقى محمود متولي لعيب كوره كويس ديانج بيسلم ويستلم كويس والثالث بتاعهم اللي هو عمرو السوليه خلاص. النقطه بقى المهمه جدا واللي هو برضو فكر فيها هي موضوع ان هو يوقف او يقلل او نقدر نقول ياخر منطقه بناء الهجمات لايه لسان داونز وسط الملعب بتاع سان داونز اذا كان فيلا كازي ولا اللي هو جالي وكياك كيكانا الثلاثه دول لعيب الكوره وبينزل لهم كمان سيرينو لعيب هايل نمرة 10 ودريبلر كويس جدا وبيقدر يعمل زياده عدديه في الملعب كله وبالتالي بنقدر ان هو يعمل زياده عدديه. فايلر فكر في الثلاثه دول عشان يقدر ان هو يبطل الهجمات دي ويقلل عدد الهجمات اللي هتوصل على دفاع النادي الاهلي ودي نقطه حلوه جدا واعتقد كمان انه هيبدا يدافع شويه من فوق ما يبداش يتاخر عشان ما يحطش الخطوره عنده. الثلاثي بتاع وسط الملعب هيبدا يزق الفرقه شويه ويبدا يضغط من فوق شويه من منطقه بناء الهجمات يعني هيعدي ما يتراجعش هيعدي الدايره هيضغط من قدام الدايرة كمان؟ لا أنا بتكلم وإحنا بندافع هيبقى في في وسط في التلت الوسطاني حلو اللي هو مش هيرجع يعمل دفاع متأخر ولا هيضغط عالي من فوق هيلعب يبدأ يلعب في الدفاع اللي هو ضغط من إيه؟ من منتصف الملعب اللي هو التلت الوسطاني بالظبط اللي هو الطبيعي أوكي ده هيخف الهجمات على النادي الأهلي وزي ما قلت لك هيستحوذ. النقطة التانية كمان إنه هيسمح للباكين معلش في النقطة دي عفوا هل فايلر
من المتوقع بما ان عنده ثلاثي قوي دفاعيا في وسط الملعب ان هو يضغط من قدام مع بدايه. حضرتك بتتكلم على ان بناء الهجمات دايما اللي هو يعني في نص ملعب او في التلت ما بين خط المنتصف وما بين خط المنتصف الناحيه الثانيه في الفريق الثاني مظبوط. ده الطبيعي. هل ممكن يضغط من قدام؟ لا لا, لا. ما اعتقدش. ويمكن ما تناسبش خالص. بس انا بسال حضرتك عشان كده عشان بس يبقى قفلنا النقطه دي. لا لا لا, هو يلعب يعني متحفظ او مش عايز اقول متحفظ, يلعب دفاع وسط ملعب من بعد الدايره, يبقى عندك أيوة. بادجي وعندك جونيور اجاي وجيرالدو الثلاثه دول بيبداوا يضغطوا اول ما بيخشوا من عند بعد الدايره كده خلاص. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان ان الثلاثه الارتكاز هتسمح لك بالباكين, ودي ميزه عندك ان عندك علي معلول بيقضي واجب هجومي مميز جدا وشفناه في الماتش الاولاني, واحمد فتحي. الحته دي وجود الثلاثي هتخلي الباكين يطلعوا بحريه غير لما تلعب باثنين بس ارتكاز. عرض الملعب خلي بالك الملعب عريض وطويل, فالنقطه دي مخليه شويه ان هو يفكر في يلعب بثلاثه عشان يملى وسط الملعب, وهيسمح للباكين ان هم يتقدموا لو جونيور جاي دخل لجوه, علي معلول هيبدا يتقدم وبيقدروا يشتغلوا مع بعض في الجنب ده. الناحيه الثانيه برضو جيرالدو بحكم ان هو اشول اكيد رجله هتاخده لجوه ويبدا يخش لجوه, احمد فتحي يطلع له في الجنب اليمين. دي اهم معالم الطريقه يعني بصرف النظر. ده الشكل العام. طبعا محمود متولي في اوقات كتيره جدا هينزل جوه السرد باكين, مهم جدا. ليه؟ لان الكرات العرضيه والكرات اللي ممكن يلجأوا لها سواء من الجنب اليمين او الجنب الشمال وتتحط في عمق الملعب عند رامي ربيعه وياسر ابراهيم, لازم محمود متولي ينزل جوه السرد باكين عشان يملى الحته بتاعت قلب ال 18, لان دي حته مهمه جدا. واعتقد ان هو فكر في محمود متولي ان هو يبقى واقف قدام الاثنين سرد باك السرد باكين عشان الحته دي, منها ان هو اي حاجه ساقطه ما بين السرد باكين يقدر يتعامل معاها, وتاني حاجه كمان عشان الكرات العاليه, بالاضافه طبعا للسوليه مميز جدا في حته الكرات العاليه اذا كانت طبعا كرات ثابته او كده يعني. تمام. بلال النقطه اللي بيتكلم فيها مهمه جدا, بمعنى الكورتين الخطيرتين في مباراه الذهاب كانوا بنفس طريقه اللعب اللي بيتكلم بيها, حضر واعملها طويله في ظهر ياسر ابراهيم ومحمود متولي في المباراه الاولى. علي معلول واحمد فتحي ودورهم الدفاعي الاول في مثل هذه الكرات الخطر, ولا محمود متولي هيبقى موجود هنا تحديدا علشان اللعبه دي؟ شوف يا كابتن اسلام, انا اتفق مع الكباتن في الكلام اللي قالوه. يمكن يعني كابتن محمد يوسف قال نقطه مهمه جدا, انت لما بتحط ثلاثه فلات, ثلاثه في نص ملعب, متولي وديانج والسليه, بيبقى اكيد اكيد انت عامل حسابك كمدير فني ان انت تشتغل انك تعمل تغطيات على الاثنين المدافعين بتوعك, خاصه الجبهه الشمال. انت النهارده هتهاجم النادي الاهلي هيهاجم ازاي؟ النهارده واضح من طريقه اللعب وانت مدير فني بتحط الفورميشن بتاعتك 4 2 3 1 4 3 2 1 اي نوع, انت بتدينا مسج هتلعب ازاي؟ النهارده النادي الاهلي بعدم وجود قفشه النهارده في نص ملعب, ده معناه ان هو مش هيلعب على الاستحواذ, مش هيستحوذ, هو هيشتغل النهارده 1 2 ويلعب يبتدي يشتغل على السرعات اللي موجوده قدام. بلال, ما هو انت عندك ده التشكيل اللي قدامنا, الثلاثي اللي متواجد كلهم بيلعبوا كوره, يعني عمرو السولية بيلعب كوره, البلاي ميكر مش موجود, البلاي ميكر مش موجود. وطبيعه المباراه مش محتاج النهارده انك تلعب ببلاي ميكر, انت كسبان في الاهلي, انت كسبان 2-0, ودي برده لازم تحطها في حساباتنا. المدير الفني هو بيشتغل النهارده هو كسبان 2-0, عشان كده احنا شايفين التشكيل اللي قدامنا في 3 نص ملعب, في 2 عندهم سرعات في الناحيه الهجوميه, اجاي وجيرالدو, يعني 2 بيتميزوا بالسرعه عشان تشتغل على الكرات المرتده, الهجمات المرتده السريعه, عندهم مهاره, عندك في لعيبه عنده قوه وعنده سرعه كمان, بادجي النهارده, مروان لو هو بيشتغل في حته الاستحواذ ممكن مروان يكون موجود النهارده, مروان برده محطه جيده ولعب كتير النهارده, بادجي اقوى, بادجي اسرع, فيشتغل عليه في حته الهجمات المرتده السريعه. فبالتالي النهارده واضح من التشكيل اللي قدامنا زي ما احنا متفقين ان هو النهارده عايز يقطع الكوره في نص ملعب ما توصلش للمدافعين الاربعه اللي موجودين في الخط الخلفي, وبالتالي يشتغل نقل الهجمه بسرعه على الاثنين الموجودين على طرف الملعب واللعيب اللي عنده سرعه وقوه اللي هو بادجي. دي طريقه, اعتقد ان دي طريقه النهارده مستر فايلر عشان يقدر النهارده يشتغل ويسجل كمان اهداف, وان النهارده الاهلي ما يبقاش مضغوط طول المباراه. بتلعب في ملعب واسع زي ما الكباتن قالوا, ده محتاج منك ان انت تجري كتير جدا, فبالتالي محتاج عدد لعيبه في نص ملعب كتير يبتدوا يضغطوا يقفلوا الهجمات, الانتشار بتاعهم هيبقى عرضي. ما اعتقدش ان ممكن النهارده يلعب مثلا ليبرو قدام الاثنين ممكن ما يلعبهاش النهارده كابتن, بحيث النهارده ما يديش فرصه
لفرقه سان داونز ان هي تشتغل وتحضر في نص ملعب بشكل كويس، لان هم فرقه مميزه في نص ملعب زي ما الكابتن قال، هم بيحضروا كويس في نص ملعب، عندهم المهارات العاليه، لو في مساحات هيقدروا يشتغلوا فيها كويس قوي. فبالتالي هو عايز يقفل نص ملعب بشكل جيد جدا بالثلاثه الستاره اللي موجودين في نص ملعب، ويشتغل على الهجمات المرتده السريعه. فمش محتاج النهارده واحد زي قفشه انه يبتدي يهدي الريتم، يبتدي النهارده يشتغل بالاستحواذ، يبتدي النهارده يبقى له دور في الناحيه الهجوميه على حساب الناحيه الدفاعيه. وانت كسبان يا كابتن اسلام غير وانت متعادل غير وانت خسران. انا رايح النهارده وانا كسبان 2-0 عندي استراتيجيه مختلفه خالص غير وانا بلعب في القاهره. في القاهره انت عايز تحط عدد كبير جدا في الناحيه الهجوميه، عايز تستحوذ، عايز يبقى عندك لعيبه عندها مهاره وعندها سرعه. النهارده غير، النهارده لا، انت كسبان 2-0 بالتالي انت عايز رقم واحد بالنسبه لك انك ما يدخلش فيك هدف. يعني بالنسبه لي ادافع بشكل كويس قوي، الثلاثي اللي موجود في نص ملعب مع الاربعه اللي موجودين قدام. وما اعتقدش النهارده هيبقى علي معلول له الدور الكبير اللي شفناه المره اللي فاتت. طريقه النادي الاهلي لو تفتكر مع الهلال انك تشتغل واحد كره لمسه لمستين او باص الثانيه وتشتغل على الكرات الطوليه، دي اللي عملناها مع الهلال. النهارده ممكن نشتغل بنفس الطريقه اللي هي الطريقه اللي اشتغلناها مع الهلال. الاثنين اللي موجودين على طرف الملعب هيكون لهم دور كبير جدا 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 النهارده، اجايو وجيرالدو، السرعات والمهارات بتاعتهم. لو قدرنا نستغل فكره ان سان داونز النهارده هيبقى الجيم مفتوح وهيبتدوا يهاجموا ويبقى عندك مساحات، وقدرنا نشتغل على الحته دي، اعتقد هيبقى النهارده الاهلي ممكن يلعب دور مميز جدا جدا، خاصه الثلاثي اللي موجود قدام اللي عندهم السرعه وعندهم المهاره. طيب الاهلي بيحشد اسلحته لعبور سان داونز. نطلع نشوف هذا التقرير، تقرير المباراه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. تحت شعار لا بديل عن التأهل الإفريقي، يدخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختبارا صعبا عندما يلاقي سان داونز الجنوب إفريقي في 3 عصر اليوم السبت على ملعب استاد لوكاس موريبي في إياب دور 8 بدوري أبطال إفريقيا. كان الأهلي قد حقق فوزا هاما على سان داونز بهدفين من دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، ويسعى لحسم تأهله للدور النصف النهائي في مواجهة الليلة. يدرك ريني فايلر المدير الفني صعوبة اللقاء بسبب الاهتمام الكبير من جانب الفريق الإفريقي الذي يسعى لتعطيل قطار الأهلي معتمدا على عاملي الأرض والجمهور. جاءت تحضيرات الأهلي قوية، حيث وضع فايلر برنامجا خاصا للقاء، حيث عمد عقب انتهاء مباراة الذهاب لإبعاد اللاعبين عن أي مؤثرات ومنعهم من الكلام للحفاظ على حالة التركيز بعد نجاح الفريق في حسم المباراة الأخيرة لصالحه بهدفين للا شيء. حرص المدير الفني على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح تحسبا للاحتكام لها في حالة فوز سان داونز بهدفين نظيفين، حيث وضح اهتمام فايلر بركلات الترجيح خوفا من تكرار سيناريو مباراة السوبر المحلي التي خسرها الفريق بالضربات الترجيحية. كثف فايلر جلساته مع اللاعبين منذ وصول الفريق لجنوب إفريقيا للحديث عن المباراة وكيفية تعطيل مفاتيح لاعب المنافس وتشجيعهم على التعامل مع الضغوط المتوقع حدوثها خلال اللقاء، خاصة أن المنافس يراهن على جماهيره للتأثير على معنويات الأهلي، فيما كثف الجهاز الطبي من جهوده لعلاج اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال مباراة الذهاب. وكان لشفاء علي معلول أثر طيب داخل الفريق، خاصة أن اللاعب أصبح الورقة الرابحة للأحمر بعد الظهور المميز له خلال المباراة ونجاحه في الفوز بثنائية قربت الفريق من حسم التأهل للدور التالي. يأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة على تحفيز اللاعبين خلال فترة تواجدهم في جنوب إفريقيا، طالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل للدور قبل النهائي. على الجانب الآخر يدخل سان داونز بقيادة بيتسو موسيماني اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز بأكثر من هدفين، وذلك للحصول على تأشيرة التأهل للنصف النهائي. شهدت الفترة الماضية تحضيرات خاصة من جانب سان داونز للمباراة خلال علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الذهاب، بجانب تدريب اللاعبين على كيفية اختراق دفاعات الأهلي،
حيث وضح خلال التدريبات الأخيرة رغبة الفريق في التبكير بالتسجيل لإرباك بطل مصر. ووفقا للمعلومات الواردة من جنوب إفريقيا، فإن المدير الفني لصن داونز شدد خلال محاضرته مع اللاعبين على ضرورة مراقبة نجم الأهلي علي معلول الذي كان وراء ثنائية الأهلي في مباراة الذهاب، فيما يأمل أن يتمكن لاعبه من إيجاد المزيد من المساحات والفرص التي لم يجدوها في مباراة الذهاب. كما شاهد موسيماني تسجيلا لمباراة الذهاب للوقوف على الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها اليوم. كابتن أسامة، فريق سان داونز بيلعب على السرعات اللي خلف الباكين بتوعنا علي معلول وأحمد فتحي، هل بطريقة لعب النادي الأهلي ده المساحات اللي عايزها موسيماني مش هيلاقيها النهاردة؟ أكيد هو مستر فايلر مفكر في الأسلوب ده، عشان كده إن هم لعيبة مهارية عندهم التمريرات أو الاستحواذ جيد في نص الملعب وفي التلت الأخير يعرفوا يتحركوا. حتى الرباعي سيرينو بيبقى واخد الجنب الشمال، مابوي بياخد الجنب اليمين، وفيلاكازي قدامه وراه سيرينو اللي بيبقى ورا فيلاكازي بشويه، او واحد فيهم ورا زواني ناحيه الشمال ومابوي، بس بيغيروا كتير يعني حركاتهم كتيره وبتغيروا كتير، وعندهم سرعه في الاداء يعني بيعرفوا يعملوا الحاجات الوان تو هات والحاجات دي والوان سري والحاجات دي بسرعه بيعرفوا يعملوها. فهو مستر فايلر اعتقد الفكره اللي عنده دي احنا لعبنا بيها كتير خارج ملعبنا، زي ما قلت لك في ايام كنا بنلعب مثلا ايام ما كان حسام غالي موجود كان بيلعب حسام عاشور وحسام غالي واحمد فتحي مثلا ثلاثه ارتكاز، واحنا بنلعب الترجي مثلا بره او بنلعب صن داونز، احيانا ده بيحصل. ولكن هي الفكره ان النادي الاهلي كان ماشي كويس بالشكل اللي بيلعب بيه وعمل مباراه جيده قوي بمجدي قفشه ورا راس الحربه. صحيح مجدي قفشه ما كانش في احسن حالاته هنا ونفس الشيء حسين الشحات، لكن الفرقه عامه عملت مباراه جامده جدا، وعلى راسهم طبعا علي معلول واجاي كانوا عاملين الجنب الشمال فاتحينه جامد جدا وسبب رئيسي في المكسب. اليو ديانج والسولية عاملين ماتش هايل، احمد فتحي عملنا ماتش كويس. فممكن كان يبقى بنفس الشكل بس في لاعب مثلا متغير عشان يامن علي معلول اكتر، ممكن يلعب اجاي قدامه ويلعب واحد جنب علي معلول بيدافع اكتر شويه، عشان علي معلول في مباراة اللي هنا كان على طول منطلق ممكن كان بيقفل كويس جدا ماشي، بس مش يعني انا كنت بشوفه كابتن مركز اكتر في الناحيه الدفاعيه بشكل كبير قوي علي ماشي، على الرغم من ان هو هاجم كتير بس المباراه بس انا اقصد عدد الهجمات اللي طلع فيها في الماتش الاولاني كانت كتيره قوي، اعتقد النهارده هيطلع بس مش بكم عدد طبعا. فانا اعتقد هو لاعب ثلاثه في وسط الملعب اللي هم الارتكاز عشان هي تعمل النقطة اللي انت بتقول عليه، انه يبقى موسيماني ما عندوش مساحات كتيرة في الاطراف او في العمق انه يلعب عليها. احنا طبعا هنشوف، لانه برضو حالة اللعيبة يوم المباراة بتفرق والتوفيق هيفرق. يعني هيفرق، انت ممكن تعمل فكرة وبعدين في لعيبة مش موفقة في اليوم ده بتبقى بتلخبط لك بعض الحسابات. انت عايز تعمل حاجة على الشاشة؟ كابتن يوسف بالمناسبة واحنا بنتكلم بقول له، قال لي اصل الملعب ده طويل قوي عريض قوي، احنا لعبنا فيه على فكره مرتين. او اتفضل يا كابتن مسافر. فكابتن يوسف اعتقد ان هي الطول الملعب ده خلي بالك هم عندهم استادين، عندهم استاد جديد عملوه. لا الجديد ده حاجه وده حاجه، ده عريض قوي وطويل قوي فعلا. تمام انت بتحرك عايز ايه يا كابتن؟ عايزين متولي هنا. تمام هنا ثانيه واحده محمود متولي هنا اوكي تحت شويه ثانيه واحده هنا ايوه، والسوليه هنا. السوليه هنا هنا ماشي. معلش ثانيه واحده يا كابتن عشان هي لازم تبقى ايد واحده. السوليه هنا شماله ايوه، وبعدين اجايه هو اللي هنا وجيرالدو هناك ماشي. لان اجايه في ناحيه الشمال بيبقى افضل، فانا اعتقد هو يلعب جيرالدو ناحيه اليمين. هنا اجايه ايوه
وهناك جيرالدو بس تحت شويه تحت شويه تحت شويه آه. تحت شويه واليو بادجي تحت شويه اليو بادجي تحت شويه هو ده غالبا الشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي ايد واحده كده اتفضل ثانيه واحده اليو بادجي تحت سنة يعني لا مش قوي يعني غالبا هو ده الشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي بس متولي هيبقى تحت اليو ديانجو هو ده الشكل لا هو عامل دي عشان اليو ديانج يبقى عامل المثلث ده مع احمد فتحي وهو جيرالدو يقفلوا المنطقه دي عشان سيرينو هنا كان برضو عامل مشكله مع احمد فتحي شويه نفس الشيء هنا علي معلول بيطلع يهاجم كتير فهم ممكن يلعبوا على ناحيته فحاطط عمرو السوليه واجايه هيبقوا في الجنب ده يعني عمرو السوليه يبقى شمال شويه حاضر حالا هنا ايوه كده فطبعا دول هيبقوا قدام شويه او اذا كان هيلعب لتحت فهو ده هو عامل دي عشان يقفل هنا وعامل دي عشان يقفل العمق ده لان هم كانوا بيلعبوا كرات في العمق كتير لما كان رامي او كان ساعتها ياسر ابراهيم ومحمود متولي في المباراه الاولى كانوا بيطلعوا لقدام فكان بتبقى دايما في كره في ظهرهم لان هم اميز حاجه عندهم اللعب السريع اللي هنا في نص الملعب فهو يتقفل و يعني سمعنا الكابتن يوسف كان بيقول ان الملعب كمان طويل وعرضه واسع فيبقى دولت الخماسي ده قافل قدام الاربعه ده كويس بس ايه المشكله بقى توفيق جيرالدو واليو بادجي لانك انت مش هتفضل تضغط بس على طول لازم هتعمل هجمات عشان تحرز اهداف فبرضه توفيق الثلاثي الامامي دوت مع تكمله من عمرو السوليه او تكمله من اليو بادجي عشان لازم برضو تروح على الجون هي دي الفكره اعتقد اللي هو لعب عليها يعني تمام اتفضل يا كابتن اسامه كابتن يوسف اعتقد ان حضرتك كنت قلقان من الموضوع ده ان احنا طريقه اللعب دي نبقى يعني اكثر ممكن تبقى اكثر استحواذا ولكن في نفس الوقت ممكن نبقى مضغوطين تعتمد هيقابل منين بقى اسلام يعني لو قابل من بعد وسط الملعب عند الدايره كده على طول مش عايزين نرجع بقى تحت او قبل نشوف فرق زي مثلا لما شفنا نابولي او بيلعب على 18 برافو عليه بس بيبقى عندهم استراتيجيه وهو طالع وهو ما هو بيقطع بتلاقيهم نازلين زي الوداد برضو من الفرق لما بتلعب بره ملعبها وشفناهم لما لعبوا مع سان داونز السنه اللي فاتت فقبل النهائي افريقيا ووصلوا الفاينل مع الترجي عملوا ايه كانوا بينزلوا تحت نص الملعب خلاص بس لما بيقطعوا الكوره عندهم السرعات وعندهم الاستراتيجيه اللي يطلعوا بيها انا شايف الاهلي النهارده ما يجيبش ان هو يرجع عن دايره وسط الملعب خلاص ده اخر الـ يبقى مثلا اليو باجي عند الدايره وبيقابل جنبه على طول يمين اذا كان جيرالدو وشمال جونيور اجي يبداوا يضغطوا من الحته دي نضغط في ال 30 متر اللي هم في وسط الملعب ويبقى وراهم يا كابتن طالع وراهم طبعا رامي ربيعه وياسر انا اقصد ان ياسر ورامي كمان يبقوا واخدين 3 4 5 خطوات طبعا قدام. طبعا لازم يعني تبقى من الدايره دي للدايره دي هم فكرتهم ايه سان داونز اهم ما يميزه ان لو اديته مساحات وهو ده اللي حصل في المباراه اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت ان احنا لعبنا ضاغطين من فوق قوي ودفعنا بعيد فبقى في مساحات بداوا يلعبوا جواك حصل خلاص خدوا منك الماتش رامي ربيعه ياسر احمد فتحي وعلي معلول لازم يبقوا في ظهر متولي والسوليه واليو ديانج فهنا هيلجا لحاجتين يا اما يبدا يحضر من تحت يا اما هيبدا يلعب كرات طويله في مساحات وانت تقدر تتعامل عندك ياسر ابراهيم بيجيب ضربات الراس عندك رامي ربيعه بيجيب ضربات الراس عندك محمود متولي يقدر ياخد الكره الثانيه مهمه جدا الشناوي النهارده وتمركزه مهم جدا محمد الشناوي طبعا لانه في حاجات طويله هيبقى ليه دور ورا خط الظهر انا متاكد وهتشوف لما الماتش هيشتغل لو حطوا كرات طويله ورا ياسر وورا رامي ربيعه هيبقى ليه دور كويس جدا في ان هو يتعامل مع الكرات دي يا اما برجله يا اما لو طويله وهو جوه البوكس طيب. بتاعه هيمسك وهكذا طيب خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من استاد لوكاس موريبي على التليفون برضو يطمنا قبل 10 دقائق او ربع ساعه من بدايه هذه المباراه اتفضل يا فاروق طمنا على الاجواء عندك في استاد لوكاس موريبي والتوافد الجماهيري كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولضيوف ملعب النادي الاهلي كابتننا الكبير كابتن اسامه عرابي كابتن محمد يوسف كابتن احمد بلال
خليني اقول لك دلوقتي يا كابتن اسلام بالتحديد درجه الحراره داخل ملعب لوكاس موريني 25 درجه مئويه. درجه يعني تقدر تقول الجو ملائم جدا ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه كويسه جدا ما بين الفريقين. عدد الجماهير داخل الملعب يعني ما بين 2500 ل 3000 مشجع داخل. غريبه دي يا فاروق. ويعني في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه يا كابتن اسلام يعني عمليه حجز جماهير عمالين يفتحوا بيبان الاستاد لكل الجماهير للدخول مكانا، لكن الوقت يعني زي ما قلنا كده كابتن اسلام لا يتجاوز عدد جماهير صن داونز في هذا اللقاء اكثر من 3000 متفرج. تم تغيير موقع جماهير النادي الاهلي من اليمين المقصوره الى يسار المقصوره وعددهم يتجاوز يعني تقدر تتكلم من 150 ل 200 مشجع اهلاوي موجودين في ارض الملعب. ايضا موجود معالي السفير شريف عيسى وفي جوار الكابتن محمود الخطيب والاستاذ طارق اندين. يعني انا بطمنك يا كابتن اسلام، بطمن الكابتن اسامه عرابي، بطمن الكابتن محمد يوسف، بطمن الكابتن احمد بلال حاله من التركيز، حاله من ارتفاع الروح المعنويه من لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله يا كابتن اسلام هتكمل بالانتصار خلال دقائق قليله. هي ان شاء الله ينطلق اللقاء ارض الملعب اكثر من رائع يا كابتن اسلام. نتمنى استكمال الصوره بمشيئه الله ولاعبي النادي الاهلي قادرين على ان شاء الله الصعود الى دور نصف النهائي يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. كابتن يوسف معلش هرجع لك في دي النقطه دي، غريبه ان احنا برضو نلاقي 2000 ونص 3 حتى الان طبعا يعني قبل بدايه ال احنا بنتكلم في 15 دقيقه اقل من 15 دقيقه كمان. بس اعتقد يعني ممكن يكون نتيجه المباراه الاولى لعبه دور، دي نقطه. النقطه الثانيه ان ممكن برضو هم عندهم حته التنظيم عاليه جدا، يعني جنوب افريقيا بصراحه الاستادات بتاعتها عندهم مخارج كبيره جدا، عدد المخارج والمداخل بتاعتهم كافيه ان يقدر يملى بسرعه ويفضى بسرعه. فممكن يعني حضرتك تقول ممكن قبلها بخمس دقائق ولا حاجه وارد جدا ممكن هتلاقي لان هم عندهم التيكتس هناك يا اسلام بالرقم بالجيت زي استاد القاهره هنا زي عندنا هنا اسلام ممكن يكون موضوع كورونا ده فارق معاهم مثلا ان جنوب افريقيا لما اكتشف فيها ده وارد وارد في ملاعب كتيره جدا بدات يعني في دوريات كتير المغرب والسعوديه والامارات يعني كذا حاجه بعض البركان مع المصري هيلعبوا بدون جمهور خلاص ده قرار رسمي بيدرسوا في البريمير ليج ان احتمال يكملوا بريمير ليج من غير جمهور. مباراه بكره اللي هي الديربي في الدوري الايطالي هتتلعب بدون جمهور. طيب عموما هنشوف، احنا ما عندناش مشكله سواء بجمهور او بدون جمهور او يعني بجمهور قليل النادي الاهلي ان شاء الله يستطيع ان يفوز في هذه المباراه. كابتن بلال عمالين نتكلم هندافع ونقف ازاي ونعمل ازاي، عايزين نبص للناحيه الهجوميه. الناحيه الهجوميه ودي مهمه جدا لان كابتن اسامه وكابتن يوسف اتكلموا على موضوع ان انت ممكن تدافع او هيبقى شكلك كويس في الدفاع ولكن هتطلع ازاي. شوف من طريقه اللعب انت دايما بتعرف افكار المدير الفني من طريقه لعبه ومن التشكيل اللي هو بيحطه. واضح من التشكيل اللي موجود قدامنا ان ممكن اللي يلعب دور البلاي ميكر هو عمرو السليه، هو ده اللعيب اللي ممكن اللي عنده الامكانيه ان هو يعمل اللونج باس للعيبه اللي موجوده للثلاثي اللي موجود للثلاثي الامام يعني باجيو وجيرالدو واجاي، هم دول الثلاثي اللي موجود عندهم حتى كمان سرعات. فانت واضح جدا من تشكيل المدير الفني انك هتشتغل على السرعات اللي موجوده قدامك، يعني الكرات الطوليه هتقطع في نص ملعب، ثلاثي موجود في نص ملعب هيقطع يبتدي يشتغل الكرات الطوليه الكرات الطويله عشان تستغل السرعات اللي موجوده والمساحات اللي موجوده، زي ما في مساحات هم ممكن يستغلوها، في مساحات اعتقد الاهلي هو ممكن يكون له الحظ الاوفر ان هو يستغل المساحات دي، انت دايما لما بتلعب مع فرقه بتبقى فاتحه الجيم يا كابتن انت بتحاول تستغل الثغرات اللي موجوده عندها، يعني زي ما هم مثلا فوق ممكن في القاهره كانوا بيشتغلوا ان هم يستغلوا المساحات اللي موجوده عندك ورا خط الدفاع ورا الاثنين الباكين، ممكن انت النهارده بسهوله جدا انك تقدر تستغل المساحات اللي هتبقى موجوده ورا الاثنين الباكين بتوعهم، اعتقد هتكون موجوده النهارده زي ما قالوا الكباتن ان الملعب واسع ملعب طويل عندك لعيبه عندها سرعه تقدر تستغل المساحات دي. الكرات الطويله مهم جدا جدا التركيز فيها، سرعه تحول انك تحول الهجمه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه مهمه جدا 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 النهارده. الكرات الثابته زي ما هل هعتمد على طبعا هرجع بس في نقطه الكرات الثابته دي، هل هعتمد على كرات طويله؟ وعايز نتناقش كلنا سواء في هذا الموضوع، يعني هل مثلا كره اتلعبت طويله احمد فتحي خدها هيرجعها طويله تاني ولا هيعمل ايه؟ بص خد بالك يعني احمد فتحي احمد فتحي يعني اي حد من نص ملعب لما تقطع من نص ملعب انت افضل وقت بالنسبه لك انك تعمل هجمه مرتده وانت بتقطع في نص ملعب تبتدي تشتغل على الاثنين الموجودين على اطراف الملعب واللعيب اللي موجود عندك اليو باجي الثلاثه اسلام عندهم سرعه عشان كده بقول لك النهارده كون ان انت بتشيل مروان محسن
وبتشيل قفشه من نص ملعب عشان مش هتستحوذ، مش عايز تشيل الشحات كمان، مش عايز تستحوذ، انت عايز سرعه، عايز انطلاقات. لازم ما ننساش ان احنا كسبانين هنا في القاهره 2-0، ودي برضو استراتيجيه المدير الفني بيفكر فيها وبيعمل لها حساب كبير جدا جدا. مباراه امبارح الزمالك واضح هو راجل كسبان في القاهره 3 مش عايز يتغلب هناك، فبالتالي هو رسم او عمل التكتيك بتاعه على هذا الاساس، ان انا مش عايز اتغلب هناك، ممكن اوصل اسجل هدف، ممكن اوصل اسجل هدف. النهارده اعتقد الاهلي امكانيات اكبر انه يسجل هدف، لان الضغط اللي على سان داونز كبير أكبر جدا، اكبر من امبارح الزمالك. ممكن لو اتغلب 2 خلاص، النهارده انت بتتكلم في ثلاث اهداف كتير، بالتالي النهارده مساحات هتلاقيها كتيره جدا في الملعب انك تقدر تستغلها وتشتغل عليها. هيبقى حاله اللعيبه برده في الملعب، الحاله الموجوده على الكل بيتفق، حاله جيرالدو طبعا، حاله ديانج، حاله بادجي هتبقى مهمه جدا، حالتهم النهارده في الملعب ومدى تركيزهم ومدى استيعاب التكتيك اللي ممكن يشتغل بيه النادي الاهلي. انت برده ممكن يحصل لك مشكله شويه من تغيير طريقه اللعب، انت متعود انك تستحوذ، متعود انك تلعب من يعني تشتغل على الاندايركت اتاك. بس كابتن اسامه قال لك ان هي اتلعبت قبل كده نص ساعه، لا مباراه الهلال احنا عملناها الهلال، وبعد الهلال كمان في ماتش المصري ومباراه ثانيه، بس في الاخر المصري في الاخر كسبان 3-0 ويعني في اخر ربع ساعه وكانت الامور بالنسبه لك محسومه، لكن انت بتبتدي مباراه من اولها. فبالتالي هل اللعيبه هتقدر تنفذ الشغل اللي قال عليه المدير الفني؟ انا ممكن العب اي فورميشن كابتن اسلام، لكن المهام اللي بيحطها المدير الفني للعيبه هي الاهم، هي دي الاهم اللي اللعيبه هتقدر تنفذها ولا لا. هيقدروا اول ما يستلموا الكره يبتدي الاثنين اللي قدام ينطلقوا على طرف ملعب عشان يبتدوا يستلموا الكره في مساحه ولا لا، هيقدروا يعملوها ولا لا. لو اشتغل الاهلي النهارده بالشكل ده في الهجمات المرتده اعتقد ان احنا هنمثل خطوره كبيره جدا على فرقه سان داونز، خاصه انت برده ما بتلعبش فرقه اجريسيف، ما بتلعبش فرقه بيعتمدوا على الخشونه، لا فرقه لعيبه كوره عندهم امكانيات وعندهم قدرات، لعيبه كوره على الارض تمام، كون انك تقفل المساحه في نص ملعب وتبتدي تشتغل على الهجمه المرتده هتتعبهم كتير جدا جدا النهارده. كابتن اسامه، احتياطي النادي الاهلي في هذه المباراه كيف يمكن الاستفاده منه ان شاء الله في الشوط الثاني؟ او يعني في الاستفاده منه طول المباراه زي ما هو عايز. يعني انا هتكلم احمد الشيخ طبعا ومصطفى شوبير الاثنين بره. انا هتكلم على نقطه الاحتياطي بس، يعني برضو بالاضافه للي قاله يوسف وبلال، الضربات الثابته النهارده ممكن تبقى مؤثره قوي، لان الاطوال النهارده في النادي الاهلي في بتاع 8 لعيبه اطوالهم كويسه جدا. يعني اليو بادجي طويل جدا، جونيور اجاييه طويل جدا بيلعب بدماغه كويس، اليو ديانج، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، سليه. كل دولت في حوالي 8، يعني ما فيش الا غير اللي هو وهو اللي بيرفع اساسا، هو اللي بيرفع اساسا وفتحي، واحمد فتحي ممكن بيبقى متاخر في الدفاع او على ال 18 يعني، لكن في على الاقل 7 لعيبه او 8 ممكن الضربات الثابته تتاثر. الاحتياطي ما شاء الله احتياطي كويس، لانه فيهم 3 أو 2 كانوا اساسيين يعني موجودين في معظم المباريات موجودين. يعني هو ممكن يغير في وقت معين لو محتاج قفشه انه يلعب بدل واحد من الثلاثي لو النتيجه محتاجه كده. ممكن وليد سليمان طبعا بينزل سواء تحت راس الحربه سواء في الاطراف بيقدر يؤثر، حسين الشحات نفس الشيء بيلعب اطراف كويس جدا، عنده هاني وايمن لكل بقى مراكز الدفاع، يعني ايمن ممكن يلعب مكان معلول، ممكن يلعب مساك، محمد هاني ممكن يلعب مساك، ممكن يلعب باك رايت، ممكن احمد فتحي يخش مكان واحد من الثلاثي وهاني يلعب باك رايت، يعني هو ومروان محسن ممكن يلعب مكان بادجي، فهو عنده تنوع كبير في الاحتياطي، واعتقد دي برده مطمناه انه بدا بالتشكيل كده، لانه في اي وقت عايز يغير سواء طريقه اللعب او ناس مثلا مش موفقه او ناس تعبت او حسب نتيجه المباراه، فالاحتياطي عنده فيه مرونه كبيره انه يقدر يغير يعني. طيب كابتن يوسف، اخر كلمات او نصايح بتنصح بها لعيبه النادي الاهلي في مثل هذه المباراه، في مثل هذه الظروف، في مثل هذه الاجواء؟ اول حاجه الهدوء، لازم نبقى هادين جدا في الملعب، لازم اهل اللعيبه لاي حاجه ممكن تحصل، يعني وارد جدا لا قدر الله ممكن ان احنا يخش فينا جون في البدايه. مهم جدا الاول 10 دقايق او ربع ساعه ان احنا يبقى في ضغط جامد جدا في وسط الملعب، في يعني عايز اقول ما ندهمش المبادره بتاعه الجيم، هو هيبدا ينزل ويستحوذ ويبدا يحط الكره عندك في المناطق الدفاعيه عندك، فاحنا لازم نبقى اقوياء جدا في الحته دي. كل ما الوقت بيعدي كل ما هو طبعا بيزيد توتر بيتعصب اكتر بيتسرع اكتر، لكن انا شايف ان احنا لازم
لاعبتنا تبقى هاديه جدا، ما تنكسش مع الحكم. في كلام كتير حصل على بكاري جسامه، ولاعبتنا لو نزلت بالمفهوم او خدت الكلام ده وحطته في دماغها ونزلت بيه، ممكن احنا بنعمل بعض الضغط وممارسه معينه مع الحكم، لكن اللعيبه لازم تركز كويس جدا، تشيل الحكم خالص من دماغها، خلي الحكم للاداريين والجهاز مزبوط الاداري مزبوط والفني ده الكلام يعني. لان مهم جدا برضو الحته دي توصل للعيبه، اللعيب لازم يركز في الملعب فقط لا غير، ما يتنرفزش ما يتعصبش. ومهم جدا ان يبقى الثلاثي اللي بنلعب في وسط الملعب مع جونيور اجاييه، اليو باجي وجيرالدو، الثلاثه دول يبقوا لازم بيفكروا في هدف، لازم يبقى تفكير حضرتك عايز تلعب على هدف. تمام، لازم اجيب ان شاء الله الاهلي جاب هدف بينهي المباراه بيقتلها. صح بلال، سريعا جدا سريعا. انا اتمنى الاهلي هو اللي ياخد الاسبقيه او الافضليه في بدايه المباراه. انت اللي ابتديت تهاجم، انت اللي ابتديت تدي مسج للفرق قدامك، انت مش جاي تدافع وتلعب زون ديفنس ومستنيهم هم ان هم يلعبوا هم في في في, في نص ملعبك. مهم جدا الالتزام النهارده، الالتزام كل لعيب بالمهام بتاعته، الالتزام كل لعيب في مكانه النهارده مهم جدا جدا، انك تتحمل بدايه الضغط. لو ما خدتش اللي انت الاسبقيه والافضليه في البدايه، انك تقدر تتحمل الضغط اللي هيبقى موجود في البدايه وتخرج منه بشكل كويس. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه، وبعد نهايه المباراه مباشره هنكون مع حضراتكم انا والنجوم الكبار الكابتن اسامه عرابي، الكابتن محمد يوسف، الكابتن احمد بلال. سيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه، انتظرونا بعد نهايه مباراه النادي الاهلي وصن داونز.